مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. كل يوم معاكم بنقول لكم كل اخبار النادي الاهلي في كل مكان. عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت المقبل ان شاء الله في تمام الساعة 9 مساء ببرج العرب، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ليحتل بها قمة المجموعة بإذن الله. بإذن الله الأهلي ماشي بخطى ثابتة ما شاء الله، مع إن اللعيبة لسه بتتصاب وعاملين رعب. يعني عندنا نص الفرقة مصابة وعندنا لعيبة مهمة جدا مصابة وعاملين رعب كده الناس وقلق مش فاهمين إيه السبب. ناس بتتكلم لازم مش عارف الأهلي يلعب ماتشاته، ولازم الأهلي مش عارف يعمل إيه، ومش عارف الأهلي يعمل. الأهلي لعب 16 مباراة أكتر من أي نادي في مصر، الأهلي كان بيمثل مصر أفريقيا يعني بصورة مشرفة جدا. الأهلي بيدخل من بطولة يطلع على بطولة، يا ريت الناس تشارك كمان علشان يحسوا بكمية الضغط اللي عناد الأهلي في مبارياته. ومفيش ساحر يعني يقدر ينسق مباريات الأهلي وعنده بارتباطات أفريقية وكان عنده ارتباطات عربية. يعني البطولة العربية أساسا لسه لغاية النهاردة مش عارفين الأدوار النهائية هتكون إيه أو ماشيين بدور إيه، أو يعني في حاجات كتير قوي لما تكون الدنيا ملخبطة بيبقى الموضوع صعب على الناس، مش ماسكها ساحر. هو الاهلي يلعب كل يوم، الاهلي يلعب كل يومين، الاهلي بيلعب كل 3 ايام او كل 4 ايام 16 مباراه بما فيهم السفر للبلاد الافريقيه ايا كانت فين بقى. فمش عارف، مش عارف ايه كميه الكلام وكميه يعني عايزين يزنقوا اي حاجه. اتحاد الكوره يزنقوا في اي حاجه مع النادي الاهلي، الحاج عامر في اي حاجه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره يعني طبعا ما احترمنا لكل الناس، ما احترمنا كل الناس يعني بنكننا كل الاحترام طول عمرنا كنادي اهلي او مؤسسه كبيره بحجم النادي الاهلي بتكن لكل الناس كل الاحترام والتقدير ايا كان. حتى ساعات الناس اللي بتخونهم الالفاظ عموما يعني. لكن النادي الاهلي عمره ما بيحتاج حد غير ربنا طبعا. والتاريخ بيقول كده. يعني النادي الاهلي مثلا خد بطولات افريقيه وخد مش عارف 40 بطوله دوري ومش يعني مش عايزين نقعد نعد كل شويه احنا عمالين نتصاب الظاهر من كتر كلامنا على اللعيبه ولا ايه وعلى البطولات. فالنادي الاهلي الحمد لله مش محتاج اي حاجه. النادي الاهلي بالعكس صوره مشرفه للجميع. النادي الاهلي اي حد في افريقيا عارف مصر رياضيا من خلال النادي الاهلي. واكيد طبعا بيجي الانديه الثانية نادي الزمالك طبعا، نادي الاسماعيلي شعبيته الكبيرة جدا، وكل الأندية اللي عندها شعبية. فأنا بقول أو كلامي أقصد بيه إن النادي الأهلي مش محتاج أي حاجة، إن شاء الله نلعب كل 3 أيام، إحنا بنلعب كل 3 أيام فعلا. إيه المشكلة؟ وبعدين نطلع نقول أصل إحنا مش هنلعب ماتشات. طب افرض لجنة المسابقات أو الحاج عامر حسين قال الأهلي والزمالك هيلعبوا قبل ماتش الماتش الزمالك اللي جاي مع مين؟ مع النجوم. افرضوا اتحاد الكوره قال الاهلي والزمالك قبل ماتش النجوم، هتعملوا ايه بقى؟ انا عايز اجابه، اجابه صريحه جدا. لو اتحاد الكوره او الحاج عامر حسين قال يا جماعه خلاص يا جماعه ماشي احنا فضلنا ماتش انبي ماتش الزمالك، ماتش انبي خلاص هنلعبه ماتش الزمالك، افرض لعبناه قبل ماتش النجوم وانت عندك طارق حامد موقوف وعندك كهربا موقوف وعندك حازم امام موقوف، هنعمل ايه بقى؟ هنقول ايه؟ يعني مش عايزين ندخل بصراحه في كلام النادي الاهلي في غنى عنه، لكن انا بس بوضح بعض الامور. امبارح كان معايا جيراودو وكنا بنتكلم وكان بيقول ابنه اتولد 6-1، وانا قلت له والله العظيم كان الموضوع بالنسبه لي مفاجاه، كان بالنسبه لنا كلنا مفاجاه يعني انتوا عارفين لو ما بنرتبش احداث. فانا قلت له لا لازم احكي لك بقى قصه الستة واحد، فازاي بقى انا اقول كده؟ يعني بنتكلم في حقيقه، يعني بنتكلم بفهم اللعيب بتاعنا ان شاء الله يكون لعيب اضافه واضافه قويه كمان جدا امتدادا لجيلبرتو وفلافيو زي ما اتكلمنا معاه امبارح. حاجه جميله قوي، حاجه مميزه قوي، تحس ان هو شخصيه عاقله جدا وفعلا ما اتكلمش او صرح بحاجه غير لما هيعمل ان شاء الله. ازاي بقى انا اقول كده ومش عايز اقول لكم ايه اللي حصل فيا على الفيسبوك يعني مش عارف يعني انا ما كانش في دماغي اساسا. لكن هو اتكلم في ابنه 6-1 اعديها يعني بذمتكم انا اعديها؟ ما ينفعش اعديها. الراجل بيتكلم كمان يعني اتكلم بصراحه الجمله بتاعته كمان لما قال الانديه اللي حطت فلوس على الترابيزه ولقيت انجازات وبطولات النادي الاهلي على الترابيزه فطبعا اخترت. كان حديث ممتع بصراحه بالنسبه لي. وكمان قبل ما اتكلم كمان في نقطه 6-1 دي اتكلمت معاكم قبل كده، انا بتكلم بقى للاهلاويه حبايبنا يعني اللي على دماغنا من فوق.
اتكلمت معاكم ان احنا هدفنا الاول والاخير اللي هو ارضائكم، عشان كده امبارح الحلقه كانت بعنوان اسال جيراودو. فالكلام امبارح كنت انا بستعين باسئلتكم اكتر. عندنا فريق اعداد قوي جدا ما شاء الله، عندنا سوشيال ميديا قويه جدا الحمد لله، لكن لما بندخلكم في حوارات انا ببقى قاصد اعمل كده، انا ببقى عايز يعني انا نفسي اساسا تيجي تقعدوا معانا في الاستوديو لما يكون معانا ضيف او لعيب انتوا بتحبوه قوي، مش ضيف اللي انا هعمل معاه لقاء اعلامي للضيف او اللقاء يعني روتيني، فبنخرج بره الروتين خالص. بستعين باسئلتكم، كانت على الفيسبوك على تويتر على انستجرام، كانت اسئله كبيره جدا جدا فكنت باخد منها قدر المستطاع، لكن سالت كل الاسئله اللي انتوا سالتوها. فالموضوع ما كانش مرتب بالصوره الروتينيه وانا قاصد اعمل كده. ده الكلام لجماهير النادي الاهلي كانت بتتساءل يعني ليه خرجنا عشان ادخل مع اسئلتكم او اشارككم كل اوقات الحلقه. لكن ارجع بقى للستة واحد، ارجع بقى للستة واحد واسالتكم وقلت لكم يا جماعه الراجل بيقول ابنه يوم بالنسبه لنا يوم كويس، يعني اكيد لو الزمالك كسب الاهلي ثلاثة يعني ولا أربعة كان الدنيا ما قعدتش، فالراجل لازم اقول له الستة واحد عشان يعرف النادي اللي بيلعب فيه عامل ازاي. ايه المشكله بقى اللي حصلت؟ اقول لك اصل انت بتكره وانت مش عارف ايه. طب انا بجد والله العظيم انا ليه هكره حد؟ او النادي الاهلي عموما ليه هيكره اي نادي بتواريخه بانجازاته بالبطولات ما شاء الله؟ او هيبص لاي نادي ليه؟ مع احترامنا الكبير جدا لكل الانديه، سؤال عايز برضو اجابه عليه، احنا ليه هنكره حد؟ يعني حد عنده بطولات اكتر مننا مثلا فاحنا بنغير منه؟ ولا حد مثلا الرعاه الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب بتتهافت عليه عشان يرتبط اسمه باسم تاريخ كبير قوي ونادي عريق جدا بحجم نادي الاهلي فاحنا غيرانين منه؟ ما هاتولي سبب، هاتولي سبب وقولوا لنا انتوا بتكرهوا نادي معين او بتكرهوا كذا نادي ليه؟ وانا تحت امركم يعني. عموما عشان ما اطولش عليكم، كل ما الاهلي بيحاول ان هو كده تلاقي اي حاجه عايزه تعكنن الصفو العام، والاهلي متعود طول عمره على كده، والموضوع اساسا بالنسبه لنا يا جماعه يعني انا قلت لكم احنا طول عمرنا الحمد لله ما فيش اي حاجه خالص طول ما بنلعب ماتشات، لكن البعد شويه الفرق عن المشاركات الافريقيه خلتنا احنا الفريق الوحيد اللي بيمثل مصر افريقيا او في بطوله الرجال بطوله افريقيا. فعشان كده علينا فعلا ضغط، عشان كده لجنه المسابقات مش عارفه تلعبنا كل يوم، يعني لو ينفع نلعب كل يوم او الناس يعني هيقولوا لنا يا جماعه تلعبوا كل يوم لو انتوا ترضوا كده ماشي. يعني في ناس ما راحتش افريقيا خالص، في ناس مش عارف يعني، كل الاحترام لكل الناس يا رب كل الناس تروح عشان يبقى في منافسه كمان. فممكن لجنه المسابقه يقول لك طب احنا نلغي الدوري، طب انتوا لو لغوا الدوري هتبقوا مبسوطين؟ ما احنا عادي جدا، احنا بالنسبه لنا احنا بنبقى فين وبنطلع لمركزنا اللي احنا متعودين عليه، الموضوع مش فارق بالنسبه لنا خالص. لكن لو اتلغى الدوري هنعمل ايه؟ نفكر بقى قبل ما نتكلم، علشان الكلام لما يطلع مش كل مره نتكلم ونرجع في الكلام، نتكلم ونرجع في الكلام، شكلنا بقى مش كويس. تعالوا ندخل بقى في الحلقه، اقول لكم الاخبار. هيبقى معايا النهارده الكابتن علاء نبيل نجم مصر ونجم النادي الاهلي، بعد ما اقول لكم اخبار النادي الاهلي واستعداداته للقاء سيمبا المهم جدا يوم السبت ان شاء الله. هساله في كل، برضو انا بحاول اشوف، بقعد اقرا ارائكم على وسائل التواصل المختلفه وبحاول اشوف ايه اللي شاغلكم وبساله للضيوف. انا عن نفسي بعمل كده، واحنا كمان سياستنا زي ما قلت لكم احنا قناه ليكم انتوا وبس، وطبعا لكل اللي يحب اهلا وسهلا ان هو يتفرج علينا. سعد سمير عارفين ان هو جات له اصابه في انكل رجله او في كاحل رجله، لسه بنقول يا هادي اتصاب تاني. ان شاء الله ان شاء الله يعني خلال ساعات هنعرف سعد سمير هيكون مشارك في مباراه سيمبا ولا هيكون بره هذه المباراه. لكن هو عنده تورم خفيف في كاحل رجله وان شاء الله يطمنونا عن سعد سمير. اصابات غريبه قوي يا جماعه، والله العظيم اصابات غريبه قوي بصراحه، اول مره نتعرض للاصابات دي. وحسام عاشور واحمد الشيخ بيشاركوا خلاص في المران الجماعي الحمد لله، يعني حسام عاشور واحنا محتاجينه جدا، واحمد الشيخ كمان لعيب مهم، ان شاء الله يكونوا متواجدين في الفتره المقبله. عمرو السليه، حسين الشحات، محمد هاني وعلي معلول كانوا في تدريبات منفرده تحت اشراف مخطط احمال النادي الاهلي. انتوا عارفين طبعا اللعيبه دي عامله مجهود كبير قوي واحنا مش ناقصين بقى اصابات تاني.
فبيكونوا في تدريبات كده استشفائيه او شبه استشفائيه. ناخد سداسي تاني، مروان محسن، اسلام محارب، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، رمضان صبحي، وعلي لطفي النهارده برضو خاضوا تدريبات تاهيليه على ملعب التتش. حمدي فتحي ومحارب تحت اشراف دكتور طارق عبد العزيز، واشتملت على جانب بدني ومران بالكره. رمضان صبحي، علي لطفي، ياسر ابراهيم جلسه في الجيم. بصراحه يا جماعه ايه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ وعايزيننا نلعب كل يوم، ماشي، واحنا ما عندناش مشكله خالص، بس ممكن نلعب قبل ماتش النجوم. شوفوا كم الاصابات اللي عندنا مين، وممكن نلعب قبل ماتش النجوم عادي جدا. بس طبعا هم مش هيوافقوا. صلاح محسن كمان بيأدي برنامج تأهيلي خلاص استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية. إن شاء الله صلاح محسن برضو هيكون إضافة كبيرة قوي، وإحنا محتاجين بصراحة كل اللعيبة. تعالوا أقول لكم الموضوع اللي يهمكم كمان أكتر، تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. عارفين إن كان في منفذ بيع في الإسكندرية، وفي ثلاث منافذ بيع لهذه التذاكر في أعضاء النادي الأهلي أو في منافذ أو فروع النادي الأهلي الثلاثة، الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. عندنا ال 30 جنيه الدرجة الأولى و 10 جنيه الدرجة الموحدة، وشهدت طبعا عملية إقبال كبيرة جدا جدا جدا. يعني بنطالب كمان الكابتن محمود خطيب، اقول لكم الخبر كمان نصا دلوقتي، كان مع وزير الشباب وطالبوا بزياده او مضاعفه عدد الجماهير، لكن خلينا في الاقبال على شراء تذاكر مباراه الاهلي مع سيمبا التنزاني. ده الطبيعي جدا مع جمهور النادي الاهلي، ان هو لو في حتى مليون تيكت او في استاد يساع مليون مشجع اهلاوي او اكتر من مليون كمان، هتلاقوا بسرعه الجماهير ملت واشترت كمان التيكت دي. ان شاء الله مباراه سيمبا يوم السبت المقبل تشهد اقبال جماهيري 12,000 متفرج. احنا عايزين اكتر من كده، وده اللي طالب بيه كابتن محمود الخطيب مع سياده وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. لكن ان شاء الله التيكت احنا قلنا او خلاص قرب على النفاد او نفد بالفعل. بنحاول نجيب سياده العميد علاء صلاح الدين مدير امن النادي الاهلي بالجزيره ونائب مدير المقر، يبقى معانا على التليفون ان شاء الله حالا عشان نساله عن مستجدات بيع التذاكر لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. عارفين الاهلي بيحتل قمه هذه المجموعه برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكلغوني والتعادل مع شبيبه الثوره الجزائري، مجموعه متقلبه لكن الاهلي بيعتليها الحمد لله، وان شاء الله يعتليها ويؤكد تعليها هذه المجموعه بعد مباراه يوم السبت المقبل باذن الله. لما التليفون يجهز يا جماعه ناخد سياده العميد على طول نكلمه عن شكل المستجدات، عمليه دخول وخروج الجماهير. العمليه المهمه جدا دايما بصراحه، الجماهير دايما بيشتكوا في الموضوع، في صعوبه، في صعوبه في الدخول، عايزين نسهل على الناس، خصوصا الناس ملتزمه جدا، قمه في الالتزام وقمه في الاحترام، ودايما جماهير النادي الاهلي بتضرب المثل في التشجيع المثالي جدا، غير من بعض القلة واللي بتكون غير أهلوية. يعني تلاقي في قلة مندسة كده عايزة تعمل أي حاجة، وده اللي احنا بنحاول نتفاداه في المباريات القادمة. عندنا بطولة أفريقيا اللي بتستضيفها مصر وبتتحدى بيها كل الدنيا بصراحة عشان تقول مصر بلد الأمن والأمان، وفي إقبال إن شاء الله يكون إقبال كبير من الجماهير المصرية، فعايزين نمهد للموضوع ده بزيادة عدد الجماهير شوية في الماتشات المقبلة. عايزين نمهد لبطولة أفريقيا، الناس تشوف الجماهير بتحضر، الناس تشوف ان الدنيا الحمد لله، والحمد لله اصلا الدنيا زي الفل، مفيش اي حاجه تعكر الصفو العام عموما، فمفيش اي داعي ان احنا نقلل عدد الجماهير، بالعكس. وده اللي اتكلم عليه الكابتن الكبير اسطوره الكره الاهلاويه كابتن محمود الخطيب في اجتماعه مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي طالبه بزياده العدد او مضاعفه العدد في المباريات اللي في مصر هنا او في مباريات الدوري العام، و ان يكون الجماهير بدون حد اقصى في المباريات الافريقيه، او على الاقل 75% من سعه الاستاد اللي هيشهد مباراه الاهلي واي فرقه افريقيه. اعتقد ان هو مطلب عادل جدا جدا، ودايما الكابتن محمود الخطيب بيشدد قوي على الملف ده، وان كنا احنا ما بنتكلمش كتير على الموضوع ده، لكن الكابتن محمود الخطيب بصراحه من اول ما مسك الدنيا في النادي الاهلي وكان من اولوياته ان رجوع الجماهير النادي الاهلي تحديدا. الكابتن محمود الخطيب ما اتكلمش عن النادي الاهلي بس، ودي عاده النادي الاهلي او عاده الكبار عموما، ان هو دايما لما بيتكلم
الكلام بيكون عام، اتكلم ان الاهلي زمالك ايا كان النادي اللي بيمثل مصر افريقيا لازم يشهد دخول جماهيري كبير لمؤازرة الفرق اللي بتمثل مصر في اي مكان. فارق طبعا، فارق كبير قوي بصراحة. علشان كده الكابتن الخطيب حريص ودايما حريص في اي اجتماع بيكون مع الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة ان هو يتكلم في موضوع الجماهير وعودة الجماهير، ولازم نسهل دخول الجماهير وخروج الجماهير ونزود عدد الجماهير. والدكتور اشرف اكيد يعني بيتواصل مع الجهات الأمنية للحصول على إذن بزيادة عدد جماهير النادي الأهلي أو عدد الجماهير المصرية عموما اللي بتآزر فرقها في أفريقيا. فلازم طبعا نخلي الملف ده يعني قيد الأهمية بالنسبة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأكيد هو عارف قد إيه دور الجماهير مهم قوي في ارتقاء الرياضة المصرية ولعبة كرة القدم عموما في مصر، وكمان بتدي بادرة خير ان احنا زي الفل الحمد لله، واحنا فعلا كده، وان شاء الله نكون منظمين كأس افريقيا خير تنظيم بحضور جماهيري ولا اروع زي ما جماهير مصرية معودانا قبل كده. طيب نروح في مشكلة في التليفونات، نروح لخبر تاني. مجلس إدارة النادي الأهلي بيعتمد قرارات اجتماعات لجنه شؤون العضويه. عارفين ان كان في كلام كبير قوي على عضويه النادي الاهلي، وكان في اقبال كبير قوي على عضويه النادي الاهلي. عضويه النادي الاهلي شرف لاي حد نفسه ان هو يلتحق بالنادي الاهلي ويكون عضو فيه، عضو جمعيه عامه، واكيد طبعا بيتشرف بعضويته بالنادي الاهلي، النادي الاهلي بيتشرف طبعا باعضائه كلهم. النادي الاهلي رفع العضويه من بدايه الغد من 350 الف جنيه للفروع الثلاثه ل 500,000 جنيه. الشيخ زايد هتبقى من 125,000 جنيه ل 175,000 جنيه، والتجمع الخامس احنا قلنا لحضراتكم قبل كده 200,000 جنيه. دي العضويه، لكن في يعني نقطه احنا وضحناها وبنوضحها تاني. كان المهندس ابراهيم الكفراوي والاستاذ طارق انديل نائب مجلس الاداره، عضو مجلس الاداره، كانوا بيتكلموا ان انت مجرد ما تسحب استماره اخر يوم النهارده، يعني ممتد لاخر اليوم، مجرد ما تسحب الثمره قدامك شهر عشان تجمع اوراقك بنفس الاشتراك القديم. يعني حضرتك لو رحت سحبت الثمره النهارده لنهايه اليوم قدامك شهر كامل انت تشتغل على 350,000 جنيه نفسهم، مش هيبقوا 500,000 جنيه. يا ريت اقدر اكون وصلت المعلومه لحضرتك، اقولها لكم تاني. يعني انا النهارده رايح عايز اعمل عضويه النادي الاهلي، النهارده اخر يوم، ففي ناس فاهمه ان انا لازم اروح ادفع واكمل اوراقي النهارده، لا انا ممكن بس اسحب استماره وقدامي شهر كامل ان انا اجمع اوراقي تاني وادفع نفس القيمه 350,000 جنيه وليست 500,000 جنيه، يعني معايا شهر من مجرد ان انا اخد استماره. النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب طبعا ولا مسؤوليه رئاسه بعثه الفريق الاول لكره قدم ان شاء الله للمهندس خالد مرتجي المسافر لتنزانيا باذن الله يوم 9 فبراير المقبل. عارفين ان مباراه سيمبا تكون يوم 12 فبراير المقبل باذن الله. ودكتوره رانيا عنوالي لناشئين النادي الاهلي في الامارات. اقول لكم نص الخبر بالظبط. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كلف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه بعثه فريق الكره والمتوجهه الى تنزانيا فجر يوم 9 فبراير المقبل باذن الله لمواجهه فريق سيمبا التنزاني. دكتورة رانيا علواني كلفها المجلس برئاسة بعثة فريق ناشئي كرة القدم مواليد 2006 متوجهة للإمارات بإذن الله للمشاركة في بطولة دبي الدولية لناشئي كرة القدم. دي تاني سنة على التوالي، إن شاء الله تكون بطولة مميزة لناشئي النادي الأهلي 2006، وإن شاء الله نكسب هذه البطولة. كل الكلام ده طبعا بيصب في الصالح العام للنادي الأهلي وقاعدة ناشئي النادي الأهلي. دي كانت كل أخبارنا مع حضراتكم أو معظم أخبارنا. هنتكلم بالتفصيل عن مباراة سيمبا التنزاني مهمة جدا إن شاء الله مع الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل نجم مصر ونجم المقاولين والمدير الفني لنادي المقاولين السابق. هنتكلم معاه في كل هذه التفاصيل اللي تخص حضراتكم وأسئلتكم كمان اللي دايما بتطرحوها على وسائل السوشيال ميديا بعد هذا الفصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ومنورني ومشرفني ضيف يعني من العيار الثقيل جدا دايما الكابتن علاء نبيل، بيشرف اي مكان هو فيه، نجم مصر ونجم المقاولين والمدرب او المدير الفني لنادي المقاولين السابق. منور الدنيا يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. عامل ايه؟ شكرا الحمد لله. يخليك حبيبي. كله تمام؟ كله تمام دايما بتنورنا والله كابتن. الله يخليك. اسعد باللقاء معاك. انا سعيد موجود معاكم. عندنا حاجات كتير جدا، عندنا دوري وعندنا الناس عايزانا نلعب ماتشات مضغوطه وعندنا حاجات كتير جدا. استاذنك قبل ما ندخل في الحوار عشان ما اقطعش حضرتك، اخد مهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس اهلا بحضرتك. كابتن نيدو ازي حضرتك؟ تحياتي ليك ولضيوفك الكرام. مع مش عارف مين كابتن علاء نبيل نجم مصر والنادي المقاولين، منورني هنا في الاستوديو. طبعا الراجل المحترم طول عمره، يعني ومن القامات الكرويه اللي نفتخر انها تبقى موجوده في قناه الاهلي. وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي والاعضاء ال 800 للنادي الاهلي. شكرا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ودايما ودايما بتنورنا وبنستمتع باللقاء معاك. كنت بتكلم على شؤون لجنه الشؤون العضويه يا باشمهندس، وكنت بتكلم على النهارده كان اخر يوم او لسه يعني في اليوم بقية للحاق بقيمة العضوية 350 ألف جنيه قبل ما تبقى 500 ألف جنيه، فلو سمحت ممكن تقول لنا تفاصيل أكتر عن استمارات النهاردة، لو ممكن يحجز استمارة النهاردة، هل ممكن يقعد فعلا شهر زي ما أنا قلت ولا في أخبار عند حضرتك تانية؟ هو النهاردة حضرتك طبقا لقرار الجمعية العمومية آخر يوم إن إحنا هنقبل العضويات أو استمارات العضوية طبقا للاسعار الحاليه اللي هي زي ما حضرتك تفضلت وقلت 350 الف جنيه للعضويه العامه اللي هتبقى من بكره 500 الف جنيه، و 125 الف جنيه لعضويه الشيخ زايد اللي من بكره هتبقى 175 الف، و 200 الف جنيه لعضويه التجمع اللي هي برضو من بكره هتفضل زي ما هي. تمام. ايه الميزه بالنسبه لعضويات الشيخ زايد النهارده والتجمع النهارده؟ ان هم لما يجوا لو حد حدد خلال اربع سنوات طبقا للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي يستكمل، هيستكمل على سعر 350,000 ومش على سعر 500,000. الحمد لله احنا كنا عارفين طبعا، احنا يعني كلنا فينا العاده دي كمصريين بنحب دايما ان احنا نيجي على اخر يوم ويبقى في ضغط رهيب على العضويه. النهارده يعني اداره الاشتراكات اللي بقدم لها شكر جزيل جدا وعلى المجهود اللي عملوه خلال الشهرين اللي فاتوا وخاصة الأسبوع الأخير. النهاردة يمكن الناس لسه موجودة لحد دلوقتي في مكاتبها بقيادة مدام عزة حلمي، يعني اللي بشكرها وبشكر كل فريق العمل التابع اللي تحتها، مش عايز أقول اسم حد عشان أنساش، لكن فعلا الناس دي بتحب النادي وبتشتغل من قلبها وموجودين لحد دلوقتي في مكاتبهم عشان يحصروا الاستمارات اللي اتقدمت النهارده. النهارده شهد ضغط غير مسبوق واعداد رهيبه في الثلاث افرع، في الثلاث انواع العضويه، سواء الشيخ زايد او التجمع بالنسبه كفروع او العضويه العامه. اعتقد ان احنا عندنا اكثر من 1000 استماره لسه ما قابلناهاش، وده اللي كنا واحنا بنعد لائحه النظام الاساسي للنادي خدنا في اعتبارنا ان انت ممكن يبقى عندك ضغط في اخر يوم فما يسمحلكش انك تقابل كل الناس في نفس اليوم. فاحنا اللائحه بتنص على انه طبقا لموعد تقديم الطلب اللي هو النهارده ليك شهر من موعد تقديم الطلب، فاحنا خلال شهر فبراير هنقفل قبول العضويات على الاسعار الجديده لسه لحد ما نخلص كل الطلبات المقدمه لينا خلال الفتره اللي فاتت اللي بقول لحضرتك النهارده وانا بكلمك. رغم ان احنا قابلنا اكثر من 1500 عضو او راغب اشتراك خلال شهر يناير شهر ديسمبر، النهارده عندنا لسه ناس مقدمه سواء خلال الاسبوع اللي فات او النهارده حدود 1000 طلب، فاحنا ان شاء الله هنقابلهم خلال شهر فبراير، بداية من يوم السبت هناخد جزء، وتباعا هنقابل كل الناس لحد ما ننتهي منهم جميع من كل الطلبات المقدمة جميعا، بعد كده هنبتدي نطبق يعني نبتدي ناخد تستقبل العدوات الجديدة بس هتكون على الأسعار الجديدة إن شاء الله. يعني قدام حضرتك شهر بعد كده تبدأ تستقبل الطلبات الجديدة اللي هتبقى ب 500,000 جنيه. بالظبط كده، دي لائحه النظام الاساسي بتسمح لنا
من يوم تقديم الرغب العضويه للاستماره العضويه لينا شهر نقابله خلالها بعد ما نطلع على الاستماره ونقدر نقابله. فاحنا ان شاء الله يعني طبعا قبل شهر، يعني احنا على نص فبراير هنكون خلصنا المقابلات دي. يعني ان شاء الله زي ما بقول لحضرتك بدايه من الاسبوع الجاي احنا هنبدا ان شاء الله يوم السبت مقابلات، هنقابل في حدود 150 واحد، وتباعا هنبتدي نقابل الناس بقى خلال الاسبوع. هيتعمل اكثر من لجنه، والاسبوع اللي بعده هنكون باذن الله يعني اعتقد على نص الشهر هنكون استكملنا جميع المقابلات باذن الله. يعني مجهود كبير جدا يا باشمهندس ابراهيم برئاستك طبعا والاستاذ طارق قنديل وباقي اعضاء اللجنه، مجهود كبير جدا بشكركم عليه. لكن اكيد حضرتك كنت متوقع ان هذه الاعداد تبقى كثيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. والله انت يعني بص، واحنا يعني كنا متوقعين اعداد كويسه، بس الاعداد بالامانه فاقت توقعاتنا، لان النادي الاهلي شهد طفره كبيره قوي. اولا هو ده النادي الاهلي، يعني هو النادي الاهلي يعني كبراند او كماركه هي بايعه نفسها، يعني ليها قاعدتها العريضه، ليها ناس بتحب محبي النادي الاهلي، ولا تقارن باي مؤسسه رياضيه، مع احترامي لجميع المؤسسات الرياضيه اي مؤسسه اخرى. لكن اللي فوقنا دي ان في ناس بتيجي من خارج القاهره بكثافه، يعني يقول لك انا عندي بيت عايز لما اجي ابقى موجود جنب النادي الاهلي، سواء الناس اللي عندها في السيف زايد او في التجمع. لا، طلبات فقط اللي احنا كنا متوقعينه. الحمد لله قدرنا نستقبل الاعداد كلها وقدرنا نستوعب مقابلاتهم، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نستقبل كل الطلبات المتاخره باذن الله. باذن الله مجهود كبير جدا بكرر المره الثانيه يا باشمهندس ابراهيم، وده الطبيعي لرجاله النادي الاهلي. الناس يعني طبعا يعني هو ده واجب علينا اللي احنا بنعمله، ده واجب علينا اكيد. بالامانه انا بشكر كل الناس اللي تعبت، سواء من اداره الاشتراكات اللي بشكرهم مره ثانيه، الاداره الماليه وطبعا الاداره التنفيذيه واداره الامن، لان هم بيبقوا متداخلين معانا وبيبقى عبء عليهم ان هم يوفروا اماكن ويساعدوا الناس اللي لسه جايه. فبشكر كل الناس، لكن بالامانه داخل النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي اي حد بيشتغل من قلبه، لانه بيحب أكيد. المكان ده وبيحب الكيان ده، ونفسه ان المكان او الكيان الكبير اللي احنا منتمين ليه كلنا انه ينجح ويبقى في اعلى واحسن مكان ان شاء الله. اكيد دايما عند حسن ظن الجميع يا باشمهندس، وشكرا جدا ليك ومجهود رائع، وفعلا ده الطبيعي بتاع رجاله النادي الاهلي. مهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جدا لحضرتك على هذه التوضيحات. ارجع تاني بقى للنجم كابتن علاء نبيل، سبتك شويه معلش. ده لا لا استاذ ابراهيم ده جميل. يعني عايز ابدا معاك بسؤال يا كابتن علاء، لو حضرتك ماسك رئيس لجنه المسابقات ممكن تضغط ماتشات النادي الاهلي ازاي اكتر من كده؟ يعني دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها بقالي فتره طويله، حته البطولات الكتيره. خلاص النادي الاهلي في بطوله افريقيا، النادي الاهلي في البطوله العربيه، النادي الاهلي سوبر، النادي الاهلي دوري عام. صعب يعني، صعب جدا ان انت تقدر تولف الماتشات. والكلام ده على فكره اللي انا عايز اقوله من بدايه لما انا كنت ماسك المقاولين والدوري جدوله نزل بالمواعيد وتحقيق، قال لك هو اطول دوري في هيحصل في مصر، هينتهي في شهر 8. قال فعلا كده تمام. انا كان عندي مباراه 31/7 بدايه الدوري العام، كان المقاولين العرب مع الاتحاد، والدوري معلن ان هو هينتهي في شهر 8/2019. يعني كل عارف بنظام المسابقه السنه دي، وما كناش لسه دخلنا في بطوله افريقيه اللي احنا خالص التنظيم بطوله افريقيه خالص. والبطوله الافريقيه دي جت كده يعني ما حدش كان عارف ليه هتتنظم في مصر ابدا. يعني فالدوري معروف، الكلام ده لو مش معروف اقدر اعمل الزيطه اللي حصلت دي والهيجه اللي حصلت. فاعتقد ان المؤجلات الكتيره قوي 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 دي سلبيات بدون يعني بغض النظر عن اي حاجه، وضغط على النادي الاهلي وضغط على النادي المصري وضغط على الاسماعيلي وضغط على الانديه اللي هي بتلعب في افريقيا. تمام، ضغط عليها، لان طبعا انت عندك لعيبه بتسجل 25 لعيب في اول الموسم، وده اللي قلناه، قلنا يا جماعه يعني كان ممكن الانديه اللي بتلعب في افريقيا يكون التسجيل بتاعها اكتر شويه على اساس تقدر تكمل. يعني
فضغط على الأندية كلها اللي بتلعب في أفريقيا وبطولات عربية اللي هي نعتقد اللي هي كانت سياسية أكتر ما هي كانت يعني رياضية. رياضية يعني. والبطولة العربية لو ما شاركتش بطولة عربية أصل مش عارف إيه، لو ما شاركتش في أفريقيا طبعا أفريقيا الدوري عام وأفريقيا هم أهم بطولتين صراحة يعني. بالظبط تمام. فالنهاردة أنت يعني بتخش في جميع البطولات. عمر القيمة المالية، أنا بضم الست رصادك، عمر القيمة المالية ما بتخلي البطولة بحجم بطولة أفريقيا. لا لا لا، أفريقيا يعني هي أفريقيا. بالظبط أفريقيا هي أفريقيا. المقاولين العرب عاش على البطولة الدوري العام اللي خدناها وعلى بطولة أفريقيا اللي خدناها. بالظبط هو المقاولين العرب. تمام. لكن النادي الأهلي يعني دايما جمهور بيحاسبه على الدوري العام وعلى أفريقيا. ما هو النادي الأهلي السنة اللي فاتت أو اللي كانت البطولة العربية اللي كانت في استاد اسكندرية وخرج عادي والله ولا فاكرينها اساسا. ما انا بقول لك عادي خرج طبعا. تمام. لكن البطولات الافريقيه دي حاجه، دي السوبر بالنسبه لمصر يعني. فاعتقد ان لو ما كانش مسبق بان في مؤجلات وفي دوره هينتهي في شهر 8 زي ما هو اعلن، كان ممكن يحصل في يعني نوع من انواع الحوار. لكن معروف ان الدوره هيخلص في شهر 8 في مؤجلات وفي وفي وفي. كابتن علاء يعني سؤال معلش يعني. مش عايزين نسخن يعني، مش عايزين نسخن على تعليق. لا مش احنا، لا مش عايزين نسخن على تعليقات يعني بتيجي كده وبتنزل مره واحده كده بتهيج الشارع المصري يعني. يعني بصراحه مش لاقي لها سبب يا كابتن علاء، مش لاقي لها سبب ومش لاقي لها كمان يعني مش لاقي لها وقت بصراحه، ومش لاقي لها، نفسي افهمها. انا نفسي افهم. لا انا كنت فاهمها من زمان الحمد لله وكلامي بيتحقق الحمد لله يعني. انا استاذنك اقطعك مره كمان، اخد سياده العميد علاء صلاح مدير امن مقر النادي الاهلي بالجزيره. سياده العميد اهلا بيك. الو الو سياده العميد اهلا بيك. اهلا وسهلا، السلام عليكم. كل سنه وحضرتك طيب. لا حاجه يا فندم. انا الصوت واضح بالنسبه لك؟ كويس تمام، اتفضل. تمام. انا كنت بسال حضرتك او كنت عايز استفسر من حضرتك عن مستجدات بيع التذاكر لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني يوم السبت المقبل ان شاء الله. والله الحمد لله احنا كنا طبعا حضرتك انت عارف ان احنا كان الموافقه الامنيه جت ب 12000 متفرج. كان في اجتماع امني يوم السبت اللي فات وتم التنسيق على كل بوابات الدخول والخروج، بوابه واحد واثنين وثلاثه وسته وسبعه. وتم وبدانا نبيع في التذاكر من يوم الاربعاء امبارح الصبح. وتقريبا بالنسبه للدعوات كلها نفذت، وبالنسبه للتذاكر تقريبا احنا مخلصين اكثر من 80% خلاص بيها يعني. تمام. انا يعني اهم ما يشغل الجماهير يا سياده العميد اللي هو سهوله الدخول وسهوله الخروج، واكيد حضرتك نسقت في هذه النقطه تماما يعني. نسقت في ايه؟ الصوت مش واضح معلش. سهوله الدخول للجماهير الاهلاويه وسهوله الخروج. والله بص حضرتك احنا يعني احنا كان التعاون جامد جدا من السيد الاسكندار الاسكندريه، وكنا حددنا ان هو بالنسبه للجمهور الموحده هيخش من باب 6 وباب 7 في بابين. البوابات هتفتح من الساعه 3 هتتقفل الساعه 8. التوقيت دوت لما يكون الناس هتخش التوقيت دوت بالاليه اللي تم الاتفاق عليها ان شاء الله هيكون في تسهيل جامد جدا بالنسبه للساده الجماهير ان هم ان شاء الله يخشوا من غير اي مشاكل يعني. والجماهير بصراحه ضربت مثل في الالتزام يا سياده العميد. لا 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 بص اقول على حاجه يعني، احنا دايما النادي الاهلي بيراهن على جماهيره، والحمد لله الفتره اللي فاتت كل اللي كان بيتقال لهم عليه بيتعلم، والالتزام يعني الناس الحمد لله بتبقى متعاونه. اولا بيبقى امن النادي متواجد على البوابات كلها. بيحصل تواصل ما بين امن النادي وما بين الجمهور. الحمد لله الحمد لله الفتره اللي فاتت كلهم كانوا متعاونين جدا، والحمد لله ما ظهرش اي مخالفات. وان شاء
شايف ان في تقدم ويعني وتميز في جمهور النادي الاهلي في الدخول والخروج والكلام ده كله، واي حاجه بتتقال لهم يقول لهم يا جماعه بعد اذن حضراتكم ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا، الحمد لله بيلتزموا. وكان عند حضرتك تجربتين اللي فاتوا بالنسبه لافريقيا الحمد لله ما حصلش اي تجاوز يعني. بالظبط بالظبط، يا رب تبقى خطوه ان احنا نزود بقى الاعداد يا ست العميد. والله بص حضرتك، احنا المره اللي فاتت كنا 10,000، اشتغل قيادات وزاره الداخليه وفي مديريه امن اسكندريه ناس متعاونه جدا، زودوا لنا 12، واحنا عندنا وعي ان كل ما يكون في التزام كل ما العدد يزيد. وطبعا انت عارف ان احنا الحمد لله ماشيين كويس، فان شاء الله هيبقى في نهائيات وهيبقى في اعداد اكثر من كده، بس هم دايما القيادات بيبلغونا والله في التزام بنزود، وفعلا كنا 10 بقينا 12، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى الاعداد احسن. طالما في التزام من الجمهور وده الحمد لله موجود، يبقى ان شاء الله هيبقى في اعداد احسن. يا رب يا رب، بشكرك شكرا. يعني طبعا انا اسف يعني الفرصه دي، اتفضل. يعني الفرصه دي عشان اشكر قيادات امن اسكندريه، لان بصراحه يعني في الاجتماع الامني الناس كانت بتقول وهنعمله، وفعلا اتفقنا هنخش يعني بوابات، وبوابه 3 بالذات وبوابه 6 وبوابه 7 مخصص لكل درجه هيخشوا منين، والناس بصراحه متعاونين جامد جدا، قالوا طالما في التزام ايه المشكله. اكيد اكيد، انا بشكرك شكرا جزيلا ست العميد، العميد صلاح علاء صلاح الدين، مدير امن مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر طبعا الجماهير الاهليه اللي دايما ملتزمه. كابتن علاء انا اسف للمره الثانيه، بس حضرتك بتيجي بقى في عارف اخبار مهمه جدا لازم نقولها لجماهير النادي الاهلي. هسال سؤال حضرتك، سؤال مهم جدا، هو فات شويه بس انا عايز اساله لك. السلبيات اللي طلعت بيها من التجربه اللي فاتت، يعني قلت لو انا رجعت تاني في سلبيات معينه هتلاشاها تماما في تجربتي اللي فاتت. مفيش سلبيات قوي يعني، هي يعني تعتبر بالنسبه لي سلبيات داخليه، لكن انا النادي يعني كان متفق معايا على سيستم معين همشي بيه، على متوسط الاعمار اللي همشي بيه، كان الكلام بيني وبين مهندس محسن صلاح، بسميه الباشا محسن صلاح. رئيس نادي على مستوى عالي جدا، بيفكرني بالعثمانيين بتوع زمان، الباشوات اللي بيمسكوا الانديه. اتفق معايا على كل صغيره وكبيره. السلبيات اللي انا طلعت بيها الفتره اللي فاتت، نمره واحد درس اخذته بحته استخدام الاجانب، موضوع مشروع الفيديو اللي بيبقى وكيل لعيبه بيجي لك بيجيب لك سيديهايه او فيديو، بتتفرج على اللعيبه بتشوف اللعيب في الفيديو او سيديهايه، بتبقى عايز تقوم تقفل وتجري تتعاقد معاه بسرعه. بالظبط تمام. طلع اكذوبه، و يعني بناشد الانديه والمدربين ما حدش يتعاقد مع اي لاعب الا لما يشوفه تحت عينه على الاقل من 15 لشهر، 15 يوم لشهر، تقدر تحكم على اللعيب ده لعيب كويس ولا لا. دي انا جبت 4 لعيبه، 3 برازيليين و1 كولومبي، وفقت في الكولومبي او كان بخت كويس في الكولومبي، لكن البرازيليين طبيعهم ان هم ما بيعرفوش يتاقلموا مع الجو المصري كويس. طب ليه حضرتك ما شفتهمش الاول؟ ما حدش بيرضى، مفيش. قول لي نادي بيقدر يشوف لعيب، قول لي نادي في مصر بيشوف لعيب بينزله الملعب تمام، فما عرفوش يتاقلموا على الجو المصري. طب ما كنتش خدته؟ لا، ما خلاص تعاقدت، انا شفت انبهرت بالفيديو. وكل على فكره انا ما جبتش لعيب واحد الا بموافقه جميع افراد الجهاز، الحمد لله يعني. ف عارف في الشغل يعني كل الجهاز، لا اجيبهم يمين شمال، لا ده اجيبهم يمين شمال، لا ده خلاص جبنا وقلنا توكلنا على الله. ما عرفوش يتاقلموا، ان هم لعيبه كويسه بس ما عرفوش يتاقلموا. تمام، مع ان في الوقت نفسه جبت لعيبه مصريه على مستوى عالي، يعني جبت لعيبه من الدرجه الاولى الحمد لله. العين بقى ايه ادام شفته انا بقى لعبت، جبت مجلي من نادي بني سويف، جبت ثيتا من نادي كواكولا، جبت محمد طلعت من الاردن ما كانش حد عارف عنه حاجه هنا. تمام، جبت ايهاب سمير من المنصوره. كل اللعيبه دي انا جبتها وتحملت مسؤوليتها، والحمد لله النهارده هم نجوم. تمام، زائد الدرس اللي انا خدته بقى، وكنت دايما الكابتن جوهري يقول لي الجهاز عليه 90% من نجاحك هو الجهاز المعاون اللي معاك. اكيد ده اكيد. تمام، فانا يمكن تعاطفت شويه،
تعاطفت شويه مع بعض افراد الجهاز ويعني لكن كان قرار خاطئ مني يعني وبعترف يعني بس. لكن النادي انا الحمد لله عملت فرقه كويسه قوي وواضح جدا من الان اللي هو يعني الفرقه بتلعب كره كويسه اللعيبه اللي بتلعب النهارده طلعت راس حربه بيلعب تحت راس الحربه بيلعب مجلي بيلعب اللعيبه الكبار النهارده مميزين احمد علي النهارده خليت احمد علي السنه دي بسم الله ما شاء الله من احسن رؤوس الحربه اللي في مصر خليت طاهر من احسن اللعيبه الموجوده في مصر خليت حسن الشامي من احسن اللعيبه الموجوده في باك شمال محمد سمير سوستا ابراهيم صلاح كل دول انا عملت معاهم مجهود غير طبيعي في بدايه السنه عملنا فتره اداء قويه جدا وعملت فرقه كويسه ولازمني سوء توفيق غير طبيعي ومن اول بدايه القرعه من القرعه اللي اتعملت كانت شديده عليا مع فرقه لسه فيها عناصر خبره عايزه يعني الناس عايزه تاخد خبره بدايه من الاتحاد انبي المقصه بيراميدز الزمالك الاسماعيلي لا كانت بدايه كانت صعبه شويه لكن الحمد لله يعني المسيره كملت وانا اسعد واحد الموضوع بيكمل ان ده طبعا بالاول واخر ناديه يعني الاساس حضرتك اللي حطيته طبعا لكن كان نفسك تكمل او كان نفسك التجربه تكمل لا مش كان نفسي التجربه تكمل وكنت واثق ان هي تكمل معايا او مع اي حد طبعا طالما اسستها صح يعني انا كنت واثق مليون في الميه واللعيبه خلي بالك بعد برضه انا مشيت اللعيبه حست ان يعني حسوا ان هم في ناس انبت نفسها وحسبت نفسها عشان كده الفتره اللي كانت بعد ما انا مشيت كانت فتره قويه جدا مع كابتن عماد يعني اللعيبه طلعت حاجات قويه جدا بالزبط. يعني هي دي كره القدم لكن انا عن نفسي لقيت فيش بخت مع ضغط اعلامي بصراحه مع ضغط اعلامي وبرضه هكررها برضه في اي برنامج بروحه ان الجدول المزيف الخادع اللي بيتحط في عدم تساوي المباريات مع بعض. انا بسميه جدول خادع. انت عايز تقول جدول يبقى تقول ميدو لعب كام مباراه وعلاء نبيل لعب كام مباراه. لما نتساوي حالتين في مباراه تحط جدول. لكن مش بعد خمس اسبوع في ناس لعبت مباراه وناس لعبت خمسه تيجي تقول لك ده المركز الاخير الحق بالظبط بالظبط واخد بالك يا ابني فالاداره بتتحط تحت ضغط المدربين بتحطوا تحت ضغط اللعيبه بتتحط تحت ضغط مع عدم توفيق كان ملازم فلقيت اللي انا يعني مش من خلال تجربتي في الكوره بقى كتير يعني دايما ما تعاندش الحظ يعني دايما ما تعاندش ما اوعى تعاند الحظ بتاعك فخلاص سبت المهمه والحمد لله يعني اتكت يعني انا خرجت هنا وقعد دغم هنا ولا هي الدنيا مشت فانا عملت للصالح العام للنادي يعني والله كابتن حضرتك قلت لي برضو ان انا استخدمت العاطفه شويه كان كلام الكابتن خالد متولي برضو المدير الفني السابق لنادي انبي حاجه برضو حاجه جميله جدا وقال لي نفس الكلام بالظبط ما سمعتوش والله بس انا لا انا بقول لك اكيد ما سمعتوش لكن هي فعلا بيبقى ليها نسبه كبيره قوي من النجاح وليها نسبه كبيره قوي من الفشل طبعا كان درس لحضرتك هو بالذات مجال الكوره بصراحه نكلمك بامانه يا كابتن ميدو المدربين كتروا قوي قوي في على الساحه المعروض كتير قوي ومهما تعمل وتساعد وتوقف جنب ناس كتير الا برضو يعني لا مفيش خلص الكلام لا من لا زمان. لا خلص, خلص خلص من زمان من زمان من زمان تعال ندخل على الاهلي وسيمبا التنزاني خش على الاهلي خش مباراه مهمه جدا يا كابتن علاء اكيد حضرتك عارف طبعا الاهلي بتصدر مجموعه برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل مباراه مهمه اكيد النادي الاهلي هيعتلي بيها قمه المجموعه هتدي له اريحيه كبيره قوي هتدي كمان ثقه للجمهور اللي بيسعى او نفسه يشوف الكاس الافريقيه في الجزيره مره بص يا كابتن احنا هو النادي الاهلي مش صح النادي الاهلي عايز ياخد بطل المجموعه يكسب الماتشات اللي على ملعبه الثلاثه هو كسب واحد والثاني اللي هو يوم السبت يوم السبت ان شاء الله مع سيمبا التنزاني تمام وهيجي له فرقه شبيب اللي هي شبيبه الثوره تمام دول 3 مباريات على ملعبه لازم ان شاء الله ان شاء الله يكسب تمام هو تعادل من ماتش من ماتشات بره اللي هو شبيبه الثوره تمام
وعايزين تعادل كمان معاه فرقه من فرقتين سيبا تنزانيا او فيديو فيتا كلوب بره هياخد اول مجموعه. فاعتقد اللي هو ماشي صح حسب الجدول في التوقيت اللي احنا بنقول. انا قلتها قبل كده عايزين ناخد الفتره الماتشات دي لغايه لما النادي الاهلي ياخد اول مجموعه ان شاء الله او تاني مجموعه مش تفرق تمام. دي اعداد لما بعد يكون بقى أكيد. حاجات كتيره قوي 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 فرقت زي ما حضرتك تفضلت قلت المصابين يرجعوا يكون اللعيبه اللي لسه جت اللي لسه جايه والنادي اللي اتعاقد معاها مش هترجع مصابين والله يا كابتن علاء. لا يرجعوا ان شاء الله مش عارفين نرجع حد يطلع حد يدخل عارف ما تفهمش في ايه. انا عايز برضه هقول لك بعد البرنامج في ايه. اوعى اقول لك بعد البرنامج في ايه. طيب نروح نطلع فاصل نشوف تقرير صوتي عن هذه المباراه الهامه جدا امام سيمبا التنزاني ونرجع نسالك. اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد مباراه مهمه جدا لكن عندنا اصابات كثيره جدا يا كابتن علاء. شفت الاصابات دي قبل كده بجد؟ لا كم ده صعب. شفته السنه اللي فاتت في سموحه لما فيروس الصليبي دخل عندهم انتشر عندهم لكن ما شفتوش بالتنوع ده والسرعه دي والتوقيت ده. كل الفرقه اتصابت كل الفرقه بلا استثناء يعني بيبقى في عوامل يعني ممكن تجزأها في عوامل مثلا تدريبيه احمال تدريبيه العلاج دي عوامل داخليه. في عوامل خارجيه مش عايزين نتكلم فيها لكن العوامل الداخليه ممكن اقول لك الاحمال و وفي وبرده اتمنى ان التاهيل والعلاج يبقى جوه النادي لان على من خبرتي يعني 90% من لعيبه الانديه بتتعالج بره الانديه بتتعالج بره الانديه وكل واحد لواحد بيرتاح معاه والعلاج بيتضارب ما بين النادي وما بين اكيد الراجل اللي بيعالج بره فبتحصل اصابه بتبان قوي في اللعيبه اللي بتخف وبتنزل تتصاب تاني. ما هي مره واحده بس حسام عاشور اللي نزل واتصاب تاني لكن ما فيش حد نزل واتصاب تاني اعتقد اتعالج ونزل واتصاب تاني. طبعا لكن يعني برضو اكيد النادي بياخد باله من الحاجات دي او الجهاز برضو بياخد باله من الحاجات دي وربنا يكفينا شر الخارجي. لكن حضرتك مؤمن بالظروف الخارجيه؟ انا متاكد. ماشي الظروف الخارجيه يعني الطقس يا جماعه والجو. الجو حلو النهارده. بس بالرغم من كده يا كابتن علاء الاهلي الحمد لله بيقدم اداء كويس بالرغم ان انت عندك غيابات لو بصيت في حجم الغيابات يا كابتن علاء غيابات كثيره جدا فرقه كامله ولاعيبه كمان تقيله قوي وما بتلحقش تعمل تشكيله معينه. انت عندك اربعه كانوا فارقين مع الفرقه قوي يا كابتن. عندك احمد فتحي في الباك يمين وعندك علي معلول في الباك شمال وعندك ازارو وعندك اجي وعندك وليد سليمان شويه وشويه الاربعه دول مؤثرين جدا بلس ان حسام عاشور في التوقيت اللي هو فيه دروب يعني ودي بتحصل لاي لعيب اي لعيب في الدنيا بيحصل له فتره فيها دروب شويه دي الفتره بتاعت حسام عاشور زائد المشكله الكبرى كانت في المساكين اللي ورا اللي هو كانوا موجودين في النادي الاهلي مش هتعرف تجيب اتنين على بعض مش بس انت وفقت في اختيار ياسر ابراهيم ياسر اتصاب وايمن اشرف لكن هو بقى حصلت فتره بقى ايه عمال ايه بتعمل كان كابتن جورا الله يرحمه كان بيقول لي ايه لا لا بيسموها الكنافه اللي انت ايه عارف انت الكنافه اللي بتتعمل دي هدى هنا ولعب ده هنا ومش عارف ايه كان دايما يقول لي كده ايه بقول له يا كابتن قال لي التغيير ده احترافيه كنا بنتكلم في موضوع التغيير في الملعب يعني في المباراه يقول لي اوعى مثلا ده بيلعب باك شمال تروح جايبه في نص الملعب يمين وتروح جايب ده هنا تعمل زي الكنافه كده فقعدت اضحك تعرف كابتن جورا كان ليه مصطلحات ظريفه كده يقول لك الكنافه دي فانت في فتره النادي الاهلي عمل كده لعب محمد هاني سيرد باك ومش عارف مي وكريم نيدفيد مش عارف باك رايت لا هي ده هي دي ما هو الظروف هي لكن اعتقد ان كل واحد في البوزيشن بتاعه مع عوده الناس زائد الاضافات اللي جت في الفتره اللي فاتت اعتقد حسين الشحات اضافه قويه جدا رمضان صبحي بعتبره لو كمل كده هيبقى من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري. اتصاب. حضرتك عارف ان هو اتصاب؟ لا. اتصاب، ما فيش يا كابتن. والله العظيم.
ما مش عايز اتكلم عشان انا بتكلم بدل ما انت تتصاب والله لا رمضان صبحي بسم الله ما شاء الله. انا كنت بصراحه يعني وطلعت في احد البرامج قلت مش متفائل، لكن بصراحه انتصر عليا. ده حاجه جميله. اتعلم يعني ايه حته دفاعيه، اتعلم يعني ايه يحط جسمه صح، بقى ايجابي على الجون، بقى عنده حته اللي هو مش انا لا مع زمايله. بالظبط تمام بالزبط. فهم المكان اللي هو فيه، اعتقد ان هو اضافه قويه جدا. ناصر ما بدا يحط رجليه تمام. فان شاء الله الفتره اللي جايه انا في تقديري النادي الاهلي هيعدي ان شاء الله. جاله يعني اجهاد رمضان صبحي، بس ده ماشي يعني ممكن يكون متوقع. عشان قبل ما نيجي في موضوع النادي الاهلي، رضينا ام لم نرضى؟ الكره في مصر اهلي وزمالك، ومن من من ساعه ما اتولدنا واحنا نعرف الكره في مصر اهلي وزمالك. بالظبط. ما حدش قادر هيخش ولا حد هيقدر يخش عنصر ثالث. ماشي ماشي، حاول بقى الموضوع. ماشي ده ماشي جدا كمان. ماشي واحده فعلا. اصل اهلي وزمالك فعلا والانديه الشعبيه طبعا، والانديه الشعبيه طبعا كل، بس برضو حتى الانديه الشعبيه تتكلم على الاسماعيلي، تتكلم على المصري، بتتكلم على الاتحاد. جماهير الانديه الشعبيه عارفه ان عندها انتماءات برضو. ده مع ده، ده مع ده. يعني لو الاسماعيلي اللي عايش هتلاقي في حد بيشجع اهلي، حد مش عايزين بقى نخش في مخاطرات بقى يعني. اصل مو صعب، صعب جدا. ولا يكون ولا لو حاول. ولا يكون. تعال نطلع تعال نطلع نشوف توقعات الجماهير الاهلاويه العظيمه في تشكيل النادي الاهلي امام سيمبا التنزاني يوم السبت ان شاء الله في ظل وجود اصابات، ونرجع نكمل مع النجم علاء نبيل. طبعا النادي الاهلي نادي كبير وفي كل مركز فيه البديل. طبعا بالنسبه لرمضان صبحي، في حسين الشحات بيقوم بالدورين، وينج يمين، جناح يمين وجناح شمال، في محمد شريف قائد افريقي، في كذا بديل. بالنسبه للخط الامامي للاهلي ان شاء الله ما فيش خوف يعني، ممكن اجايه. بالنسبه لياسر ابراهيم ممكن رامي ربيعه يتقيد او ما يقيدوه في القائمه المحليه، ممكن جدا في خلال النهارده او بكره اخر يوم يقيدوه. وفي سعد سمير طبعا رجع بالسلامه، وفي ايمن اشرف بردر بيلعب باك شمال، وبيلعب محمد هاني بيلعب مساك وبيلعب بونج يمين. فالبديل موجود في النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير وفي كل مركز في كذا بديل على نفس مستوى اللعيب الاساسي. الاهلي بمن حضر ايا كان اللعيبه الموجودين ان شاء الله يرفعوا راسنا باذن الله. بالنسبه لورا هيبقى في ايمن اشرف برده، ومحمد هاني برده بيلعب في المركز ده، الاثنين مساكين يعني لعبوا كتير مع بعض. وسعد ممكن يبقى لسه راجع برضه، هيبقى فيه اضافه طبعا، بس قدام مش هيبقى فيه يعني مشكله. حسين الشحات موجود، وفي محمد شريف برضه كويس جدا ممكن ياخد فرصه. والله انا شايف ان الاهلي عمره ما بيتاثر باي غياب اي حد، لان الاهلي اكبر من اي لعيب بيلعب فيه، واي لعيب بينزل يلعب في نادي الاهلي، محمد نجيب، سعد سمير، اي حد في الدفاع، محمد هاني، ايمن اشرف، بعدين هو في روتيشن بيتعمل مع كل اللعيبه ومع بعض. فكل لعيب المدرب اللي هو الجديد الاساسي بيدرب اللعيبه ان هو كل واحد يخش مكان التاني. والدليل على كده هو ان كل اللعيبه اللي جت زي حسين الشحات واللعيبه دي كلها بتلعب في مراكز، اما تحت راس الحربه، اما باك يمين، اما جناح يمين، اما جناح شمال، انه بيلعب بكلتا رجلين الاثنين، اليمين والشمال. هو الاهلي روح الاهلي هي اللي بتبني، والاهلي بمن حضر وعين كل المنهوعه اللي في التشكيله دلوقتي، والاضافات اللي مجلس الاداره مشكوره عليها، عمل اضافات جامده جدا. وممكن يبقى مثلا صلاح محسن فيرويد يبقى وراه جينيور، في عنده ناس كتير، وكل اللي بينزل روح الاهلي هي اللي بتكسبنا، وان شاء الله هنكسب باذن الله. يعني ممكن يلعب اجاييه بدل رمضان صبحي، وممكن سعد سمير يلعب بدل ياسر ابراهيم، وممكن محمد هاني كمان موجود بيلعب في مركز المساك بدل سعد سمير، وفي ايمن اشرف، يعني في كذا حد ممكن يسد، وجونيور اجاييه ومحمد شريف واحمد حمودي، ممكن كذا حد يلعب مكان رمضان صبحي. اهلا بحضراتكم من جديد. حضرتك شايف الجماهير الاهلاويه عماله برضو تجيب محمد هاني، رجعنا تاني
ان سعد سمير رجع شويه واتصاب. ما لسه راجع يا كابتن علاء، والله العظيم والله العظيم لسه راجع. طلع النهارده في انكر قال له منه ما رجعش عشان ما اتصابش. اللعيبه بقت حتى كمان خايفه. معقوله اللعيبه تخاف؟ ما هي خلي بالك دي هتبقى تقعد فتره كده، تقعد فتره كده لغايه يعني خلي بالك ممكن تبقى حاجه نفسيه للعيبه برضو، اللي هو يغير مكان التدريب. النادي الاهلي عنده لاعب كتير في فريق مصر، غير مكان التدريب شويه. ما بنتصابش على ملعب معين يا كابتن علاء. أه؟ ما بنتصابش على ملعب معين. على ملعب كتير؟ اه والله ده منتشر بقى. يعني في الجزيره شويه تلعب ماتش بس. عارف خط سيركو يعني. الاصابه لعنه. الاصابه لعنه. لكن لاسارتي برضو عنده قوام فرقه كابتن علاء. طبعا طبعا طبعا. ده هو خلي بالك برضو انا معتقد اللي هو هينجح مع النادي الاهلي. ايه اللي انت شفته فيه مقومات نجاحه؟ كاريزما واقفه على خط. كاريزما تحس اللي هو يعني من خلال يعني خبرتي بقرا عيون المدربين. يعني هادي وبيقرا الملعب كويس. هو نفسه اللي بيقف على الخط. دي برضو بتبقى ميزه بالنسبه للمدرب الاجنبي. لان المدرب الاجنبي يختلف عن المدرب المصري. المدرب الاجنبي ما هوش فاهم، ممكن واحد على الدكه يقول له حاجه تشوش تفكيره تقول له معلومه غلط، لكن هو وقفته على الملعب هو شايف بنفسه، هو اللي بيقدر يقرر ويحدد. الظروف صح. المدير الفني يقف على الخط يا كابتن ولا ممكن يخلي احد معاون يقف على الخط؟ انا عن نفسي كنت بقعد على الخط لان الجهاز مصري. ببقى قاعد شايف وسامع وبقدر اقول، وممكن اخد المعلومه او ما اقدرش يعني مش عايز اخدها يعني، بس بسمع طول ما انا قاعد بسمع، لكن في حاجات باخد بيها وفي حاجات برميها ورا ظهري. لكن ايه الصح؟ الصح تختلف؟ لا هي مدارس تختلف. لان عادتك على الخط كمدرب مصري بتقدر انت اولا وقفتك على الخط بتاخد من تفكيرك من 30-40% بتشد مع اللعب. لكن وانت قاعد بتبقى شايف الامور احسن، ما بتطلعش العصبيه والتنشن اللي انت فيه على الخط. تزعل اللعيب وروح وتعالى واقفل. يعني بيبقى المدير الفني اكبر من هو يبقى معاه الحاجات دي يعني. فهي مدارس مختلفه يعني، لكن برضو بتقعد على الخط هادي شويه وبتقوم في بعض طبعا بتقوم في اوقات اللعيب محتاجك فيها. اللعيب محتاج المدير الفني بتاعه يقف على الخط. الثقه بتديله ثقه، بتبقى عايز توصل معلومه انت اللي توصلها للعيب. فهو برضو الحته دي بيفتقد حته الترجمه. اللي هو مثلا عايز يقول مصطلح معين للعيب معين، فالمترجم ممكن يقولها ايه زي ما درسها. اريد ان اكون نظيفا مثلا يعني، واخد بالك؟ بالظبط. مش هتمشي في الكوره. لكن هو اعتقد اللي هو هينجح مع النادي الاهلي. اللعيبه اللي جت النادي الاهلي في الانتقالات دي هيكون ليها دور كبير مع النادي الاهلي. وان شاء الله نتمنى له التوفيق في افريقيا. طبعا بيلعب باسم مصر يعني، مش باسم النادي الاهلي بس يعني. اكيد شايف طريقه لعبه يا كابتن علاء. هو في الشوط الاول دايما بيضغط على الفريق ضغط طولي. او بيضغط في معظم هي دي اماكن الملعب. هي دي اللي انا لاحظتها الفتره الاخيره. ان النادي الاهلي ال 45 دقيقة الأولانيين كرة عالية جدا، ضغط يعني. النادي الأهلي لو كمل 90 دقيقة بنفس المنظر أعتقد اللي هو في ليفل تاني خالص. لكن هو أعتقد اللي هو برضو عنده الخبرة اللي هو يقدر يوصل الفرقة من 45 دقيقة ل 90 دقيقة. تمام. لكن هو دايما بيفقد الثلث ساعه الاولانيه من الشوط الثاني. ليه؟ ممكن اقول لك حمل. ممكن اقول لك اللعيبه بعد ما بتريح، طول ما اللعيب سخن طول ما هو مش حاسس. لكن لما بيريح ويبتدي يرجع لحالته الطبيعيه ثاني، عايزه فن في الاحمال يعني. بديل هو لما 20 دقيقه بتعدي او 25 دقيقه وبيتضغط او بيتلعب عليه او بيلاقي الفرقه اللي قدامه دخلت معاه في الجيم بيبتدي يصحصح تاني. يعني فهي دي ازاي انا خلال الثلث ساعه او 25 دقيقه بدايه الشوط الثاني اقدر اخلي الفرقه زي الشوط الاولاني او نهايه الماتش. دي بتبقى احمالك يا احمال. بتبقى تدريب معين. احمال احمال. وبتبقى فيها حته نفسيه اللي انا ازاي برضو انزل لعيب من خلال ربع ساعة اللي في الاستراحة، ازاي انا ارجعه او خليه على نفس المستوى.
خليه على نفس المستوى. دي برضو بتبقى حته نفسيه وعايزه معامله، وفي المحاضره نفسها لازم يبقى يدور على حاجه يخليها يقولها للعيبه، لان اللعيب برضو بيستمع كويس قوي للمدير الفني خلال الربع ساعه دي. ازاي يخلي اللعيب يواصل تألقه في خلال الشوط الاولاني، ان دي اعتقد هي ثاني ثلاث مباراه بالمنظر ده، الشوط الاولاني حاجه والشوط الثاني حاجه ثانيه. بالظبط بالظبط بالظبط. كان تكيس مدرب وادي دجله كان بينزل اللعيبه بين الشوطين يسخنوا قبل الشوط الثاني، كان منزلهم يسخنوا بدري شويه. شايفها ازاي؟ في ماتش دجله؟ مدرب دجله يعني؟ مدرب دجله، بس مش فاكر كانت في مباراه ايه. شايفها ازاي؟ ممكن بتبقى او مش تكيس، اعتقد مدرب الجيش يعني حاجه كده. هنقول ان في مدرب اجنبي في الدوري المصري عشان ما حددش اسماء، مش حاضرني الاسم تماما، بيسخن اللعيبه بقى قبل نهايه الشوط، قبل الشوط الثاني، قبل نهايه الشوط، يعني بيبقى اللعيبه في الملعب في الشوط الاولاني وهو بيسخنهم. لا لا لا، اللعيبه خرجت يا كابتن علاء خلاص بين الشوطين. بينزلهم بدري شويه قبل الشوط الثاني يسخنوا، يعني وورمنج اب بسرعه كده عشان يدخلوا جاهزين الشوط الثاني. على اساس يبقى الشوط الثاني هو ده شوط التبديلات. يبقى اللعيب جاهز في اي لحظه. اللعيبه اللي لعبت، اللي لعبت. انا فاكر اللعيبه الاحتياطي. لا 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 لا، دي مدارس مختلفه بقى. دي لا، دي ما شفتهاش قبل كده يعني. دي مدارس مختلفه يعني. لكن ممكن ان انت تخلص محاضرتك بدري وتقوم برضو تعمل اطارات كويسه للعيب وتخليه فوق شويه وينزل. لكن دايما الواحد اصلا، الواحد يا كابتن ميدو في خلال ربع ساعه بيبقى عنده كلام كتير عايز يقوله. كلام نفسي وكلام فني. وايه اللي ممكن يحصل في بدايه الشوط الثاني، وبالذات لما تبقى انت مثلا كسبان الشوط الاولاني. بتقول للفرقه بتاعتك ازاي الفرقه الثانيه هتبتدي الشوط الثاني، والعكس صحيح. تمام. ففي حاجات كتير قوي المدير الفني بيحب يقولها ما بين الشوطين، فما بقاش وقت اللي انا اعمل اسخن. ما هتقول لهم ايه يعني؟ اللعيبه بتبقى ملتزمه اكتر مع المدير الفني الاجنبي يا كابتن علاء من وجهه نظر حضرتك، ولا المدير الفني المصري شخصيته، مع احترامنا للكل، شخصيته ممكن ما تبقاش نفس شخصيه الاجنبي؟ هو مصري قلبه بقى لعيبه، لكن الاجنبي جاي ما فيش تهريج. شايفها ازاي؟ مش في كل الانديه ينجح، مش في كل الانديه طبعا، مش في كل المدربين، مش في كل الانديه ينجح المدير الفني الاجنبي. والمدير الفني الاجنبي اللي بيجي اذا ما كانش برضو عنده حته من الحته المصريه اللي هي التعامل مع اللعيبه وتشد وقت الشده صح وترخي في بعض الاوقات، مش هينجح. تمام تمام تمام. لكن اعتقد ان المدارس المصريه في انديه كتير قوي هي الاصلح. لان المدير الفني المصري بيبقى عارف اللعيبه اللي قدامه دول، ده تشد عليه، ده تعطف عليه، ده عايز ايه، ده محتاج ايه، الحاجات دي كلها. لكن المدير الفني الاجنبي طبعا في الانديه الجماهيريه الكبيره الشعبيه الكبيره زي النادي الاهلي زي نادي الزمالك، لا بيحتاجوا مدير فنيين اجانب بيبقى هو الاصلح ليهم يعني. لو قلت لك بخلاف شخصية لاسارت اللي حضرتك شفتها وهو واقف على الخط، عنده ثقة في نفسه طبعا، عنده ثقة في نفسه أكيد، مدير فني نادي الأهلي وجماهيرية كبيرة جدا ونادي بحجم النادي الأهلي لازم عنده ثقة في نفسه، شفت إيه تاني في لاسارتي ممكن يكون إيجابي أكتر أو حط بصمة أكتر شفتها فين؟ هو في الأول طبعا الظروف ما كانتش مساعداه، يعني عنده اصابات، مع عنده اماكن يعمل ايه، زي ما قلت لك بيخلي محمد هاني يلعب مش عارف في سيد باك، وده يلعب في نص الملعب، وده يلعب. لا دلوقتي اعتقد القماشه وسعت شويه، يعني عنده اختيارات كويسه. ومن الحاجات اللي لفتت نظري اللي هو قدر في خلال فتره صغيره قدر يحط الثلاثه اللي تحت راس الحرب، ودي كانت مشكله للنادي الاهلي في الوقت الحاضر، وكانت ميزه للنادي الاهلي في الوقت السابق. اللي هم الثلاثه اللي كانوا تحت راس الحربة كان فعالين جدا. لا لا، فرقه فرقه لوحديهم كان راس الحربة، كان عندنا وليد ازار، وكان عندنا ازار وتحتيه اجايه، وتحتيه عبد الله سعيد، وكان وليد سليمان. كان مؤمن او وليد سليمان، وكان كان يعني بتشكك، كان مثلث، كان قوي جدا. وكان وراهم بقى حسام معشور في حالته الطبيعيه. تمام. وكان حسام غالي، ودخل عمرو السوليه، وجه هشام محمد. كان عنده السلوكين ورا، كان علي معلول، احمد بالزبط. على فكره من اهم صفقات النادي الاهلي حقيقه يعني اللي بعتبرها صفقه ناجحه جدا جدا هو علي معلول. ان كل الناس في مصر يقول لك محترف عايز مهاجم، عايز حربه.
يا جماعه في اماكن في مصر فيها ضمور فيها فيها دروب باك رايت في دروب سرد باكات في مصر مشكله مشكله الباك ليفت في مصر برضو على الصوابع. المدرب ما يعرفش يعمل لعيبه يا كابتن علاء، المدرب ما يعرفش يعمل اعاده توظيف لعيب. المشكله ان اللعيب عندي قوي جدا في نص الملعب، هو ده المدرب الحرفي، ده المدرب المهني، ده المدرب اللي هو يقدر يعمل لعيب. بس اقول لك حاجه يا كابتن ميدو، معذور المدرب ليه بقى؟ زي ما انت بتقول في النادي الاهلي بيخرج النهارده بيسافر بكره يلعب في الحته الفلانيه مطالب بنتيجه، ما عندوش وقت ما عندوش وقت. فلو هو عنده وقت في فتره اعداد، لكن الانديه بقى اللي بتاخد وقت كبير وتقدر تعمل لعيبه، وعاوز اقول بقى كلمه انا يعني ما بحبش اقولها، ما هو حسن الشامي اكبر لعيبه النادي المقاول العربي. لعيب هايل تمام. طب ما هو الحمد لله خليته من احسن باكات شمال موجوده في الدوري الحالي بصراحه. احمد علي كنت بنادي السنه اللي فاتت كوبر ان هو يضم احمد علي منتخب مصر. لا ما كانش بيضم مهاجمين خالص، ولا بيضم ولا حد من الدوري المصري. ولا حد من الدوري المصري، هو راجل قافل على 13 واحد ومحترفين بره وخلص الموضوع على كده. كويسين وماشيين هم اللي موجودين. لا 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 ده افقدنا متعه كره القدم يعني. احمد علي هداف من هدافين دوري السنه دي بسم الله ما شاء الله منتخب مصر. طاهر محمد طاهر لما اشوف اللعيب بتاعه وتشتغل عليه وتخليه النهارده من نجوم اللي الانديه بتتهافت اللي هو تتعاقد مع طاهر بمبالغ. طيب هو ده محمد سمير سيرد باك النادي المقاولين، يعني بتكلم على فرقه المقاولين يعني. ابراهيم صلاح سوستا، كل دول من الناس اللي هم الحمد لله كان ليا دور معاهم اللي هم يرجعوا لحالتهم الطبيعيه. بدا بقى نغمه السن ومش السن. تمام. لما جيب طيطه من نادي كوكولا ومجلي من نادي بني سويف وخليهم النهارده من نجوم، هو ده المدرب او دي المدرسه اللي انا شغال بيها. اللي انا ازاي اقدر اطور من اداء لعيب بالظبط. تمام. واعتقدنا ان دوري درجه اولى زي الدوري الممتاز، وكان بقى كل الناس قلقانه يا كابتن دوري درجه اولى وعايزين خبره وعايزين، لا لازم توصل اللعيب ده زي لعيب الدوري الممتاز بالظبط اللي هو يبقى متواجد في الملعب زي بالظبط. فاعتقد ان الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك والانديه اللي هي بتلعب بصفه مستمره صعب اللي هو يطور من اداء لاعب في توقيت ضيق. لو شفنا عنده مساحه كان ممكن يعني. شفنا مدرب الزمالك عمل عبد الله جمعه، عمله في مركز الباك ليفت وبصراحه بيبدع دلوقتي. على فكره شخصيه كويسه وهادي على الخط كده وكاريزما زي الاستاذ بتاع الاهلي بجد يعني، اللي قاعد يقول اللي عليه يعني. لكن هو احنا بنتكلم عادي يعني. يعني طبعا. هو مدرب كويس قوي، قدر برضه في الاول كان بيكسب بس اداء ما كانش مقنع. لا دلوقتي النهارده عبد الله جمعه النهارده انا شفت الماتش الاخير في الباك شمال بسم الله ما شاء الله عالمي. لعيب عالي جدا. وادي العين بقى كل ما هيقعد كل ما هياخد كل ما هيشوف بالزبط. كل ما يعرف الجو واخد بالك. فاعتقد المدربين الاجانب محتاجين الشكل ده من المدربين يا كابتن. طبعا بيطور اللعيب وفي نفس الوقت بيعيد توظيفه. طبعا طبعا ما اقعدش اقول بقى اصل انا ما عنديش وانا وانت عندك اساسا. لا ده في مدربين يقول لك هات لي فلان وهات لي فلان، طب انت بتعمل ايه بالظبط؟ طب انت وظيفتك ايه؟ بالزبط. انا عندي عايز فلان من نادي فلان والنادي ده وده عشان اكون فرقه. طب ما انا اجيب لعيبه، ما كلهم لعيبه كوره بالظبط بالظبط لعيب الكوره. بس بتشوف الحته اللي انت ممكن ده ممكن يجي مع الشغل. ممكن ده انت تطوره، دي بقى عينك زي ما بيقول لك المدرب عين. يبقى انت تجيب اللعيب ده تشتغل معاه، شوف ايه اللي ناقصه وتشتغل معاه. بالظبط بالظبط. تعال نشوف تقرير عن راي الجماهير الاهلاويه في بصمه لاسارتي، هل اضاف بصمه النادي الاهلي ولا لسه مع الماتشات. مستر لاسارتي في الفترة الأخيرة اللي فاتت دي الكام ماتش اللي فاتوا بدأت إن هو يعني خططه تبان والمجهود اللي هو بيعمله مع الفريق والكباتن والكلام ده كله، لكن مش هننكر إن الأهلي هنقول فيه إصابات بنسبة 30% في كل ماتش، واحد أو اتنين يتصابوا، فدي يعني ظاهرة غريبة عن النادي الأهلي، مش متعودين عليها من النادي الأهلي أو الجهاز الفني والكلام ده كله. الفترة الحالية فعلا ظهرت، كانت في البداية لسه ما كانش عارف الفريق أو إمكانيات الفريق، أو كان كثرة الإصابات اللي كانت عنده كانت مخلياه لسه مش عارف يحط نقط على الحروف زي ما بنقول. لكن بدأ وجود رمضان صبحي، عودة رمضان صبحي من الخارج
من دوري قوي، مع انه ما كانش بيلعب بس جه صراحه حاجه غريبه جدا، جه اقوى من الاول، حسينا انه جعان كوره رمضان صبحي. فالمدرب بدا يمسك لعيبه كويسه، محمد الشحات، وبدا يحط بصمته، بدات تظهر بصمته وبدا يظبط الفرقه، ومع الوقت بردك الدنيا تظبط ان شاء الله باذن الله. بدات تظهر وشغل الاداء باين في الملعب والتكتيك باين، الضغط المتقدم على اللعيبه، الضغط المباشر، اللعيبه ما بتسيبش مساحه، بتلاقي اربع لعيبه بتضغط على اللعيبه الثانيه. في بصمه ظهرت لاسرتي، لاسرتي بدا يحس ان الاهلي يرجع له الروح القديمه اللي هي كانت موجوده مع مانويل جوزيه وقبل مانويل جوزيه، لكن بصمه ظهرت. مدرب كويس، بدليل ان هو اول ما شاف الارض بتاعت الملعب قال لهم لا الارض دي وحشه، واتكلم في الاستفزازات بتاعت اللعيبه. فمدرب فاهم، مدرب علامي ان شاء الله، هيبقى خليفه المانويل جوزيه. فاحنا نصبر، وجبنا له لعيبه، جبنا له لعيبه ان شاء الله، ان شاء الله بالمدرب ده هناخد بطوله افريقيا وبطوله الدوري، والساده اللي هم قاعدين في البرنامج يفتكروا الكلام ده ويأيدوه، يقولوا في واحد بيقول الاهلي هياخد الدوري. الاداء ابتدى يحسن تدريجيا، وان شاء الله مستقبلا ان شاء الله في جديد ان شاء الله خير باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد. هنكتب هنكتب ونايد، وان شاء الله ان شاء الله نكلمك بعد ما الاهلي ياخد الدوري. الاهلي معودنا على كده بصراحه، يعني معودنا على كده، عشان كده الناس بدات، بس عشان الكابتن علاء طبعا يعني ما ندخلوش في الموضوع ده، الناس بدات تخاف من اول ما الاهلي بيكتمل شكليا، حتى الناس بدات تخاف. لكن يا كابتن علاء ان شاء الله مكسب النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت في الاول، او زي ما اتكلمنا في الاول، سيمبا تنزان ان شاء الله يوم السبت هيديله اريحيه في حاجات كتير جدا. طبعا طبعا الماتشات اللي عملها دي لا هزار فيها، ما فيهاش يعني دلع، تكسب الماتشات على ارضك، تتعادل اتنين بره، خدت اول مجموعه. مجموعه مش عارف مين بيكسب مين. الكره يا كابتن علاء مفاهيمها ومقاييسها اتغيرت خالص. كنت زمان افريقيا دي كانت اي فرقه افريقيا دي كانت تلعب، كنت تقعد تضحك، خلاص بقى عدينا الموضوع. ما انت خلاص ما تضمنش، بص بصراحه ما تضمنش اللعيب المصري ساعه، مش هقول لك مثلا ان ماتش ما تضمنوش ساعه. معقوله يا كابتن؟ اللعيب المصري الاجيال اختلفت يا كابتن، الاجيال اختلفت بصراحه يعني. الجو العام ما تضمنوش، ما فكل ده بيؤدي ان انت ممكن النتائج تبقى غريبه جدا. يعني في حاجه مش زي زمان، كنت زمان الفرقه تنزل تبقى عارف الفرقه دي هتكسب. ايه اللي اختلف يا كابتن علاء من وجهه نظرك يعني؟ كل حاجه اختلفت. الحضور الجماهيري اثر في الدوري المصري؟ حضور الجماهيري اثر في اللعيبه، في كل حاجه. يعني حضور لعيب النادي الاهلي، وانت كنت بتلعب في النادي الاهلي، كنت لما كنت بتبقى متعادل كنت بتخاف تطلع تجيب الكره من الاوت بره، عشان الجمهور قاعد، ممكن واحد يزوم كده يسمع، تسمع صوته تخاف. تمام، كانت اللعيبه بتلعب تحت ضغط، عشان كده طلعت عندها شخصيه جامده جدا. وباين قوي في اللعيبه حتى اللي بتلعب في النادي الاهلي زي احمد فتحي اللي هو يعتبر اكبرهم سنا، عاش الحته دي، فعشان كده مكمل. تمام، فالغياب الجماهير اثر على الكره المصريه، ولا شخصيه لاعب دي مع دي. ما هو خلي بالك الجماهير بتعمل شخصيه لاعب، بتبني شخصيه لاعب. ليه انا بقول كان نفسي جيل من الحكام يطلع قوي جدا في خلال الفتره دي، لانك انت بتلعب بدون ضغط جماهيري. امال لو اتلعبت بقى ايام بقى ما كان في جماهير تحت 70,000 و80,000 متفرج في الاستاد ويزوموا على قرار انت ما خدتوش صح، ولا مش عارف لعبه ما جاتش على مزاجهم، ولا 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 طلع حكام، كان في حكام على مستوى عالي. النهارده الحكام دي لو لعبت والاستاد مليان، صح، المشاكل انت تشوفها دي هتشوف ضفاها اربع خمس مرات. فده نفس الكلام اللعيب. وبرده حته الـ 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 الماده دلوقتي غيرت المفهوم كله، بقت وحش الماده، بقت وحش السوق المصري دلوقتي. المجنون السوق المصري المجنون اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده صراحه حاجه صعبه. كل حاجه اتغيرت، دمرت حاجات كتير، كل حاجه اتغيرت، دمرت حاجات كتير، وبينت انتماءات كتير، وبينت معادن كتير، بينت حاجات كتير قوي. الماده في ايه، في ايه يعني؟ الواحد كان بيلعب كوره للمتعه، وحاجه بتحبها، وشنطه كده بتاخدها فيها تيشرتين، والنهارده كانت بالدنيا،
النهارده عايز الشنطه مليانه فلوس. ممكن لعيب يجي في اخر السنه يقول للمدام عنده انا عندي لبس كتير قوي واوزعه دول من كتر في امكانيات في امكانيات عاليه جدا امكانيات فوق الوصف. لكن برضو الثقافه او الكواليتي بتاع اللعيبه اتغير 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 تماما يعني. بس ما حدش حس لسه بالجمهور بيزعل ولا لا ولا بيعمل مهما كان مش حس الماتشات كلها جمهور فارق معاها. طب الماده دي عندنا هنا في مصر ولا بقت لغه عامه؟ لا 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 طول عمرنا ماشيين بمبدا واحد. حصل جنون السنه دي جنون ما ومش هتعرف تلمه تاني وهتعاني منه الانديه المصريه. جانب ثلاث فرق منهم اهلي وزمالك الباقي كله هيعاني هيعاني. والفرقه الثالثه مين؟ الاهرام. وهي هم السوق ولع. السوق ولع بطريقه غير طبيعيه. بس في لعيبه تستاهل يا كابتن علاء فلوس؟ الفلوس الاسعار دي مبالغ فيها يعني. الاسعار دي صعبه جدا. صعب صعب يعني. تيجي نطلع تقرير؟ نطلع تقرير نشوف راي الجمهور الاهلاوي في مباراه سيمبا وتوقعاته لنادي الاهلي ونرجع لحضراتكم على طول. ان شاء الله الاهلي 3-0 اكيد. احنا عندنا رجاله وهتفضل طول عمرنا رجاله سواء مدربين سواء غير مدربين احنا برضه هيفضل الاهلي رجاله طول عمره. مش معنى ان هو وقع ماتش ولا بتاع يبقى خلاص كده انتهى الاهلي. لا 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 الاهلي بمن حضر طول عمره احنا واخدين على كده. خير والاهلي اداؤه في تحسن بعد الهبوط النتائج في الفتره الاخيره وان شاء الله كده والله انا بتمنى يكون 3-0 2-0 كده ان شاء الله وباذن الله خير يعني. والاهلي حاليا الاداء كل ماتش غير الاول المدرب الجديد فارق طبعا معاه لعيبة الصفقات الجديدة كلها عندها روح تحب النادي وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا في الماتش إن شاء الله. إن شاء الله الأهلي يكسب إن شاء الله 3-0 بإذن الله. حسن الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم يرجع إن شاء الله واللعبة كلها تلقاها بإذن الله. يعني يكون 2-0 إن شاء الله. لا إن شاء الله بالفوز بس أهم حاجة الروح وأهم حاجة ما يلعبوش مثلا نص ساعة والشوط الثاني مثلا كذا عاوزين زي ما بدأوا الشوط الأول ينهوا الشوط الثاني. والله في ظل المستوى الاخراني للنادي الاهلي الفريق بدا يستقر وبدا يلعب كويس وبروح عاليه جدا فان شاء الله توقعات 2-0 للاهلي باذن الله. ان شاء الله 2-1 للاهلي. ان شاء الله 2-0 للاهلي ان شاء الله باذن الله. يعني الجمهور الاهلاوي كابتن علاء دايما دايما طموحه ملوش حدود دايما حاطط ثقه كبيره جدا في لعيبته وفرقته عشان هم ادوهم الثقه دي بصراحه. هو ده دي طبيعه الجمهور المصري ورا فرقته على طول. يعني معظم انديه مصر جمهورها واقف وراها بصراحه يعني. خلاص ده المنفذ الوحيد للشارع المصري كره القدم دلوقتي وتشجيعه والحاجات. فاعتقد ان برضه من ثقافه اللعيبه اللي هي لازم تعرف ان في جمهور بيفرح وبيحزن وفي جماهير بتغضب غضب غير طبيعي في حاله المكسب والخساره فلازم يبقى عنده ثقافه يعني. وهو بيلعب فين؟ بتلعب في النادي الاهلي بتلعب في نادي كبير عريق لازم يعرف هذا الكلام. الدقيقه اللي تمر كده مش بالسهل يعني. فدي ثقافه على ما اعتقد اللي هي ممكن تزيد شويه مع دخول الجماهير الملعب. يا رب. شايف 12,000 متفرج بنحاول نزودهم يا كابتن علاء لحضور مباريات جماهيريه. هو هيتلعب فين؟ في برج العرب؟ برج العرب. 12,000 متفرج وافق عليهم الامن والكابتن خطيب كان دايما اكيد حضرتك عارف حاطط في اولوياته كان بيتكلم مع سياده الشباب وزير الشباب والرياضه ازاي نزود العدد وازاي جمهور ملتزم قوي فنزود العدد وازاي احنا داخلين على بطوله افريقيه مصر تنال شرف تنظيمها في ظروف صعبه جدا. مصر بتثبت العالم كله انها بلد امن وامان وهي فعلا بلد امن وامان ما هي دي ان شاء الله طول عمرها دي فنزود الجمهور دي قدام دي. ليه بقى؟ انت النهارده عايز تقول للناس انا بعمل بطوله كبيره جدا وانتوا لكم دور كبير جدا. نجاح البطوله دي الجماهير. بطوله امم افريقيا نجاحها الجماهير. عشان كده انا بطالب بتوعيه اعلاميه غير مسبوقه
لتوعية الجماهير في أمم أفريقيا. تمام؟ فنبتديها في الماتشات. نبتديها في ماتشات يعني ماتش النادي الأهلي مش هقول النادي الأهلي ما بيلعبش في الدوري العام بتلعب في أفريقيا. فأنت النهارده لما الاستاد يتملي النهارده إيه المانع اللي هو أنت تهيئ الجماهير أدام أنت خلاص نويت وخدت القرار النهارده المانع اللي أنت تملى الاستاد بجمهور عشان خاطر تشجع بقى الجماهير دي هتبقى موجوده مع توعيه مع يحصل دروبات نعالجها الفتره اللي بعديها لغايه لما نوصل ما نجيش نفاجئ في شهر 6 بحاجه يعني جديده بقالنا فتره طويله مش موجوده وتيجي تقول احنا خلاص الجمهور دخل لازم واحده واحده نمهد الدنيا تمهد في مباريات افريقيه تمهد في ماتشات تزود العدد لغايه لما نوصل للبطوله الافريقيه. تعالى نقفل لكن مباراة الأهلي شايفها سهلة صعبة سهلة مفيش مباراة سهلة اتفقنا أنا وأنت من شوية كل حاجة غير مضمونة تمام مفيش حاجة سهلة لكن النادي الأهلي ولاعيبته لازم تعرف كويس قوي مباريات أفريقيا اللي على ملعبه عشان أوصل للدور اللي بعده لازم أكسب الماتشات اللي على ملعبي كلها أكيد إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. نقفل صفحة الملف الأفريقي وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته القادمه يوم السبت ان شاء الله 9 مساء في برج العرب ونتكلم مع النجم كابتن علاء نبيل في شكل الدوري الممتاز حتى الان. دوري من اقوى الدوريات اللي شفناه ما حصلش قبل كده اللي احنا بنوصل النهارده للاسبوع 21 والجمهور ما يعرفش مين هياخد الدوري وما يعرفش مين اللي هيهبط. السنين اللي فاتت يمكن انا كنت في الاستوديو التحليلي من سادس اسبوع بنبقى بنقول فلان وفلان هينزل وفلان هياخد الدوري. واضح جدا ان السنه دي تختلف الرؤيه تماما. المركز الرابع كام بونت عندها كابتن؟ المركز الرابع المقصه عندها 30 نقطه. 30 نقطه. تمام؟ والمركز اللي قبل الاخير كام؟ 20 فرق 10 ده المفروض على الورق هينزل. تمام؟ خالص. فرق 10 بونت بينه وبين الرابع في المربع الذهبي. بالظبط بالظبط. عشان كده عايزين نطمن بتروجيتا يا كابتن ونطمن الناس اللي هم دلوقتي شكلهم في شبح الهبوط لسه بدري جدا انا شايف ان الدنيا لسه بدري جدا بتروجيت والاتحاد دجله يعني بتروجيت 15 نقطه لاعب 20 مباراه اعتقد ان هو عنده اريحيه كبيره جدا حضرتك بتتكلم ان المركز الخامس عنده 28 نقطه 28 يعني مقاولين هو الانتاج الحربي هم الاثنين 28 انتاج لاعب اقل مباراه من مقاولين العرب فبقول لحضرتك لسه الماتشات اللي جايه كمان صعبه يعني الماتشات الجايه صعبه على كل الانديه يعني انت بتتكلم في انبي والاتحاد ودجله 20 بونت بالظبط تمام بالظبط فالاسماعيلي ماتشين عدوه فاعتقد ان الموضوع لسه اي مكسب هينط الفرقه لفوق ايه ده اي مكسب فرقه من الفرقه اللي تحت تكسبها أيوة لنقطه كذا فاكر زمان لعبه السلم والتعبان بترمي بالظبط بالظبط ويطلع السلم ويطلعها فوق وبعدين هوب مره واحده يروح ينزل تحت هو ده الدوري فاعتقد ان الفتره اللي جايه صعبه ولازم الدوري يكمل لازم ما نقدرش نضحي بدوري قوي زي ده يبقى احنا كده بنهزر يعني الدوري يكمل ونشوف سلبيات الدوري ده والسنه الجايه يبقى ليها تتعالج كل الامور السلبيه دي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن علاء. ده انا متشكر والوقت جري جدا معاك. مع اني جاي في ساعتين وربع. الطريق مش قلت لك الطريق زحمه قلت لي لا ده انا اجي على طول الطريق زحمه النهارده معروف لا ده انا سعيد بيك يا كابتن ميدو وانت عارف انت بالنسبه لي ايه وقناه الاهلي بالنسبه لي القناه المحترمه وبتمنى النادي الاهلي التوفيق وكل انديه مصر التوفيق في جميع البطولات الافريقيه والعربيه وان شاء الله دايما كده الانديه دي هي اللي بتفرح الشعب المصري لان كره القدم وسيله كبيره جدا لسعادة الجماهير المصرية أكيد يا كابتن وإحنا بنتشرف بيك وحضرتك قيمة كبيرة جدا جدا في كل حاجة بصراحة شكرا كابتن ربنا يخليك يعني النادي الأهلي بطبعه وأصله متسامح لكن في ناس فاهمة إن هو متسامح بس في تسامح وفي تسامح إحنا ساعات بنتسامح مع ناس عشان هم ما يستاهلوش أساسا إن هم يبقى ليهم أي ردة فعل من قبل النادي الأهلي شكرا جدا لحضراتكم ونطلع تقرير نشوف راي الجماهير الاهلاويه في او رساله لجماهير النادي الاهلي لرامي ربيعه وعمر جمال وبعد الفاصل هتكونوا مع الزميل العزيز كابتن خالد العوضي. اللي هم تأيدوا محلي الليمون دولت والله ادهم هيتأيدوا افريقيا ما تدوش حاجه
انت عارف النادي الاهلي ما ملوش كبير وملوش عديد، بس هو احسن حاجة عملها النادي الاهلي اللي ايد عمرو جمال وربيع. عمرو جمال ان هو يعني يحزو حزو جمال عبد الحميد. عمرو احترف بره، عمرو جمال احترف بره ورجع وكان مصاب، نعمل هو يجع نفسه، هو لسه شاب صغير، ان شاء الله يكون هو يعني يجي على نفسه شويه مع التدريب مع الاجتهاد، وتأييده في القايمه المحليه هو رامي ربيعه، ان شاء الله دي تديهم دفعه وهم يجتهدوا. طبعا اتمنى لهم كل التوفيق وعشان يسعدونا ويسعدوا جماهير النادي الاهلي العريضه. شدوا حيلكم يا رجاله وان شاء الله يا رب بالتوفيق دايما. بالتوفيق ليهم ان شاء الله وربنا يوفقهم، وهم بصراحه يعني اضافه جميله للنادي الاهلي، والجماهير طبعا كلهم مشجعي النادي الاهلي منتظرين منهم الكتير، وانا من مشجعي النادي الاهلي منتظر منهم الكتير ان شاء الله، ويكونوا عند حسن الظن ويلبوا طموحات جماهير النادي الاهلي العريق ان شاء الله. ان شاء الله تبقى اضافه حلوه ليهم. عمرو جمال ورامي ربيعه من بدايتهم في الاهلي وهم بدايه مبشره جدا، دول الاصابات هي اللي وقفتهم فتره من فترات، بس رجوعهم لمستواهم هيفرق كتير مع النادي الاهلي كانهم صفقات جديده ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ليهم التوفيق، ربنا بس يبعدهم عن الاصابات. انا عارف ان الموضوع صعب قوي، اضطرتهم جامد. بالنسبه لرامي ربيعه طبعا كل ما ينزل ربنا يكرمه يعني ويعافيه. بالنسبه لعمرو جمال لعيب من الطراز الاول، ربنا يوفقه ويرجع لمستواه تاني. اقول لهم بالتوفيق وربنا يوفقكم. عمرو انت بعيد علينا، امال عليك كبيره وحطيناها عليك، ربنا يوفقك. ورامي برضه حاطين عليه امال ورا، كفايه اصابات كتير بقى، فربنا يوفقه يا رب ويكرمه، واتمنى لهم كل توفيق وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله يرجعوا زي ما كانوا زمان والاهلي يرجع نادي. مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي. النهارده ختام الاسبوع، دايما في الالعاب الاخرى في ختام الاسبوع بنعمل حصاد لنتيجه الاسبوع كلها، معانا حصاد كبير ما شاء الله على النادي الاهلي، حصاد في النتائج وفوز ونتائج ومكسب بطولات الاسبوع اللي فات. خلينا نبدا مع بطله من بطلاتنا الكبيره كابتن جيانا فاروق، بطله الكاراتيه، بطله العالم. في اخر بطوله هي جيانا فاروق دلوقتي بتستعد لطوكيو 2020. بتلعب في الدوري العالمي خارج مصر علشان تجمع نقاط. لو جمعت نقاط كتيره وصلت لمرحله معينه تتاهل على طول لاولمبياد طوكيو، ودي حاجه كويسه. كلنا بنامل ان جيانا فاروق ان شاء الله باذن الله تتاهل طوكيو باذن الله يكون على ميداليه. لكن راحت لعبت اخر بطوله لعبتها في فرنسا في الدوري العالمي، كسبت بطله تركيا 5-0 خلصت، وفي بطله ايران 1-0، ولعبت دور النهائي بطله فرنسا على ارضها وخسرت منها 6-3. ودي جيانا فاروق، هنشوف الجرافيك النهارده بيقول لها ايه كابتن جيانا فاروق. جيانا فاروق كانت المنافسه بتاعتها النهارده اهي، فازت جيانا فاروق بفضيه الدوري العالمي للكاراتيه بفرنسا. خلينا نشوف جيانا فاروق لما وصلت لارض المطار، كان فريق الاعداد بتاعنا مستنيها عشان يبارك لها، ونشوف قالت ايه في التقليل من مطار القاهره بعد وصول جيانا فاروق وحصولها على فضيه الدوري العالمي. الحمد لله يعني انا مش مبسوطه بيها قوي طبعا، كان نفسي اجيب الذهب، بس هي الحمد لله خطوه كويسه بالنسبه ان هي اول زي ما قلنا اول ستيب في الموسم. بطوله قويه جدا ومشارك فيها كل ابطال العالم من كل البلاد ومشاركين بواحد واثنين في كل ميزان، فكان عدد كبير وكان الابطال كتير، وكنت بتقابل على طول يمكن ممكن تقابل بطل العالم من اول دور اصلا ليك في البطوله، فكانت البطوله بالنسبه لي قويه جدا، خاصه ان انا كمان كبولتي وحشه جدا، يعني كان معظم ابطال العالم محطوطين في نفس البوله، فالحمد لله انا مبسوطه يعني ان انا قدرت ان انا اطلع من البوله ديت واوصل الفاينل، ولعبت بطله فرنسا على الفاينل. كان في شويه تحيز عشان هي صاحبه البلد والجمهور، بس يعني انا برضو ما بحبش ارمي على الموضوع ده قوي، انا اكيد كان برضو قصرت في حاجه خلاهم يقدروا يعملوا كده، بس الحمد لله يعني هي كبدايه الحمد لله. والله انا زي ما قلت من شويه انا كبولتي وحشه جدا، يمكن كنت انا وبطله
كندا وبطلة تركيا وبطلة إيران وبطلة سلوفينيا وبطلة اليابان، وكنا كلنا في بولة واحدة، فكون إن يعني ألعب الناس دي كلها واطلع، فده كان بالنسبة لي حاجة كويسة الحمد لله، يعني ادتني ثقة في نفسي إن الحمد لله أنا بدأ بداية كويسة وأكمل عليها إن شاء الله في البطولات اللي جاية. إن شاء الله عندنا برضو بطولة الدوري العالمي في دبي، دي كمان أسبوعين إن شاء الله، وبعدها عندنا بطولة اسمها سيريس إيه برضو من البطولات اللي عليها سكور مؤهل، دي في أول شهر 3 إن شاء الله. زيانة فاروق ما شاء الله، كلنا امل طموح في النادي الاهلي، اكيد بنتشرف ليها بطلتنا، وفي نفس الوقت بنتمناها ان شاء الله باذن الله في بطوله طوكيو باذن الله في الاولمبياد تجيب ميداليه قريب باذن الله، هتكون ضيفتنا لانها تستاهل احنا كل الدعم. الكابتن زيانة فاروق ما شاء الله عليها باذن الله للاولمبياد طوكيو باذن الله 2020. هنسيب الالعاب الفرديه وهنروح للالعاب الجماعيه ولعبه كره السله. فريق الرجال الاسبوع ده لعب مباراتين، لعب مباراه مع سبورتينج ولعب مباراه مع نادي الجزيره، بس مباراه الجزيره الاهلي خسر فيها. خلينا نشوف النتائج النهارده في الاسبوع ده فريق الباسكت عمل ايه معانا. فريق كره السله دوري السوبر مع سبورتينج فاز الاهلي 77-61، بس في دوري السوبر مع الجزيره خسر الاهلي 86-82. لازم نقول حاجه في الحته دي بالذات، دوري سوبر دوري قوي ما شاء الله، الاهلي لسه ماشي اول. عجبني حاجه ايجابيه جدا ان جماهير الاهلي بعد خساره المباراه دعموا الفريق وفضلوا وراهم في السوشيال ميديا وقعدوا يسبورتوا الفريق، دي حاجه مهمه جدا ان جماهير الاهلي تعمل ده، لان الدعم كله ان البطوله تخلص ونتحاسب في الاخر، نتمناها ان شاء الله حمراء. لكن في تعقيب سريع، ماتش الجزيره كان التحكيم فيه كلام كتير، يا ريت يا ريت يكون التحكيم داي اوف لي ما يكونش حاجه ثانيه لفريق كره السله رجال. هنروح نستكمل نتائج فرق السلة في النادي الأهلي في قطاع الناشئين والشباب بالنادي الأهلي. كرة السلة ناشئين بطولة منطقة القاهرة تحت 14 سنة، الأهلي بيفوز على وادي دجلة 62-43. بطولة منطقة القاهرة تحت 14 سنة برضو الأهلي بيفوز على نادي الشمس 66-50. وفي نفس البطولة الأهلي بيفوز 90-51 على طلايع الجيش. تحت 14 مستمرين مع تحت 14 سنة. الأهلي 61-18 مع نادي الغابة، ما شاء الله سكور كبير. في بطولة منطقة القاهرة تحت 16 سنة الأهلي بيفوز 56-37 لنادي طلايع الجيش. بنبارك لفرقة 14 سنة بفوزها ببطولة منطقة القاهرة. هنروح لبطولة منطقة القاهرة تحت 18 سنة. الأهلي بيفوز على نادي القاهرة 82-26. بطولة منطقة في النادي الأهلي اتحاد الشرطة بينسحب من قدامه، فالأهلي بيفوز 20-0 من النقاط. ده بالنسبة لكرة السلة رجال، وما شاء الله نتائج مبهرة لكن ونتائج كويسة جدا بالنسبة للأسبوع ده في كرة السلة. خلينا نشوف كرة السلة سيدات قالت ايه الاسبوع ده ونتائج فريق كرة السلة للسيدات ودوري السوبر لسيدات كرة السلة. في دوري السوبر الاهلي لعب ماتشين مع الجزيرة، فاز الاهلي 87-46، ومع نادي الشمس فاز 74-68. نروح لكرة السلة ناشئات. الأهلي بيفوز على وادي دجلة 68-50، والأهلي بيفوز على نادي الشمس بنتيجة 85-49، ويفوز على نادي الطيران بنتيجة 51-30. مستمرين مع كرة السلة ناشئات، والأهلي بيفوز على وادي دجلة 39-15، وتحت 18 سنة الأهلي بيفوز على مدينة نصر 61-22. هنكمل، هنروح لكرة اليد. كرة اليد بالنسبة لفريق الرجال راحة، ويوم 7/2 هيبدأوا الدوري دوري المحترفين مرة تانية بعد ما أبطالنا
رجعوا من بطولة العالم، كنا مستضيفين كباتن النادي الأهلي وقالوا كلام كتير على بطولة العالم. خلينا نروح لمواليد 98، كأس مصر دور 16 الأهلي بيفوز 38 على نادي الأولمبي 20 نادي الأولمبي. في كأس مصر دور 16 شباب 2000 الأهلي بيفوز على نادي الأولمبي أيضا 34-28. نروح لسيدات اليد في بطولة الجمهورية مواليد 2000 الأهلي بيفوز 31-18، والدوري في الدوري السيدات الأهلي بيفوز 35-20 لنادي النصر. خلينا نروح لتقرير عن مباراة النصر والنادي الأهلي في كرة اليد السيدات، نشوف التقرير لاعبات والجهاز الفني قالوا ايه على المباراة وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله دي بداية الدوري، أول مباراة بعد توقف حوالي شهر وخمس أيام. أول مباراة بنلعب مع النصر، عندنا السنة دي والحمد لله كنا ختمين الدور الأولاني أول وختمين منطقة القاهرة أول. بالنسبة للمباراة دي هي مباراة مهمة بالنسبة لنا، لأن احنا عندنا دوري مضغوط بعد التوقف، عندنا إن شاء الله يوم السبت مباراة مع الطيران، بعديها كاس مصر يوم الثلاث، بعديها يوم الخميس ماتش الظهور، بعديها ماتش السبت أصحاب الجياد، فحوالي خمس ماتشات أو ست ماتشات مضغوطين جدا. فبالنهاردة بداية المباريات دي حملنا شوية، يعني درجنا الحمل أساسا إحنا نقدر نخش الخمس مباريات. الحمد لله للطلب من اللعيبة اتعمل، وفي بعض اللعيبة كتير مش هتشتركش النهاردة، هتشترك في الماتشات بتاعت بعد بكرة بإذن الله. بأمر الله أنا شايف إن إحنا ماشيين في بإيد ثابتة ورجل ثابتة على الملاعب كلها، مشينها بتدريب كويس وربنا يكرم ان شاء الله احنا لغايه دلوقتي اول. احنا كان عندنا فتره توقف الفتره اللي فاتت، كنا برضو بنيجي التمرين وكنا بنتمرن بطريقه كويسه يعني، وكنا شغالين يعني كويس يعني كهاندبول، وفتره اعداد برضو كنا شغالين كويس. كابتن ياسر على طول يعني اهم حاجه بيركز معانا على الدفاع، وبيركز معانا ان احنا لازم نطلع من الماتشات بسكور كبير، وان احنا ما ينفعش ننزل ولا نتهاون في اي ماتش. الماتش طبعا مش يعني مش اجمل ماتش، من النصر مش من الفرق اللي بينافسوا على الدوري، بس احنا بندخل كل ماتش بنفس القوه، عشان ما ينفعش نستهون بفرقه ضعيفه او فرقه قويه، عشان احنا بنلعب على الدوري، فما ينفعش نستهون بفرق برضه حتى لو مستواها في الاول ماتش كان ماشي، اللي هو لسه اول ماتش في الدوري، فلسه بندخل واحده واحده، بعد كده الحمد لله في الشوط الثاني فرقنا سكور الحمد لله. بعد ما شفنا فريق كرة اليد سيدات واللي عملوه في مباراة النصر ورأيهم عن مباراة النصر واستعداداتهم للدوري المحترفين أو دوري المحترفات، تعال نروح لفريق كرة الطائرة. ما شاء الله على فريق كرة الطائرة السنة دي مكسب ولا أكبر ولا أروع من كده، نتمناها إن شاء الله للآخر بإذن الله لفريق كرة الطائرة. خلينا نروح لنتائج كرة الطائرة رجال، وعشان نشوف كمان السيدات كرة الطائرة عاملين إيه في البطولة العربية ما شاء الله عليهم، نروح لكرة الطائرة رجال. كرة الطائرة دوري الممتاز الأهلي بيفوز على القناة 3-0 25-18 25-18 و25-16. دي الأشواط مع الأهلي والقناة. المباراة الثانية كان الأهلي والشمس، الأهلي برضو الحمد لله بيفوز 3-0 على نادي الشمس 25-13 25-23 و25-22. خلينا نروح نشوف تقرير من كابتن ميدو بصلحي والجهاز واللاعبين لكرة الطائرة رجال وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله احنا كده خلصنا تقريبا قبل النهائي، صدرنا المجموعة كل ماتشات 3-0، مرحلة وخلصت الحمد لله. بالنسبة للماتش، ماتش كان يعني عادي جدا ماشي طبيعي، مسيطرين عليه، كورتين ثلاثة كده ما كانش لهم لازمة، التحكيم ما كانش فيه مشاكل يعني خالص معنا الحمد لله، قدرنا ان احنا نكسب الجيمين يعني.
ومبروك لنادي الاهلي تصدر المجموعه، وان شاء الله الجاي بقى هو المهم والاهم بكتير جدا. عندنا يوم السبت ماتش في كاس دور ال 16، بعدين ان شاء الله ماتش برده تاني في الكاس القناه تقريبا هي اللي في سكتنا، وبعديها هنبدا بقى دور الثمانيه المهم زي اللي هو اللي هنجمع فيه نقط بقى اكتر، هو اللي هياخد الدوري ان شاء الله. طبعا الحمد لله قدرنا نكسب النهارده 3-0 كاخر ماتش في الدور قبل النهائي. طبعا احنا مع الكابتن محمد مصلحي معلي الحمل جامد قوي على الفريق كله، لان احنا خلاص داخلين على النهائيات وده المهم. والحمد لله قدرنا نتصعد من المجموعه بالعلامات كامله 3-0 كل شوط، فعشان كده في اخر ماتش دايما الفورمه بتبقى قله شويه عشان احنا تركيزنا كله في النهائي وبطوله افريقيا، داخلين على ماتشات كتير قوي وده ضغط ماتشات، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. الحمد لله على المكسب النهارده. النهارده الماتش كان نوعا ما احنا خلاص ضمننا الصعود للدور النهائي دور الثمانيه. الكابتن بدأ بالناس الكبار طبعا عشان يضمن برضو ان الدنيا تمشي كويس. كسبنا اول شوطين، الكابتن جه في الشوط الثالث بدأ بينا من اول الشوط، الحمد لله يعني ما خيبناش ظنه وعدينا كويس، عملنا اللي علينا وربنا وفقنا وكسبنا الشوط ده بأداء كويس وخلصنا ماتش 3-0 يعني الحمد لله. زي ما شفنا قدامنا مرحله وانتهت، كابتن ميدو مصلحي وكل عم يقولوا مرحله وانتهت. عايزين نقول ان في 8 فرق اتاهلوا، اهلي زمالك طلائع جيش طيران ده من القاهره، وثلاثه من اسكندريه الاتحاد السكندري والاتحاد وسموحه وسبورتنج، دول الثلاث تانيين وهيئه قناه السويس، دول الثمان فرق اللي هيجمع لقاءات اكتر هيخلص باذن الله الدوري، وان شاء الله باذن الله اهلاويه باذن الله. نروح لخبر تاني في كره الطايره ونتيجه اخرى لكره الطايره، والفوز على نادي الزمالك في بطولة الجمهورية تحت 17 سنة. بطولة الجمهورية تحت 17 سنة، الشوط الأول الأهلي يفوز 25-21، والشوط الثاني 25-17، والشوط الثالث 25-17 أيضا. نروح لكرة الطايرة سيدات والبطولة العربية الموجودة الآن في صالة استاد القاهرة اللي بتتلعب. ما شاء الله البنات كسبوا الثلاث مباريات، كسبوا سبورتنج، كسبوا الصيد، كسبوا الدفاع الحسني الجديدي المغربي بنتيجه واحده 3-0. تعالى نستعرض لنتائج الفرقه في البطوله العربيه. ما شاء الله البنات حاسه كل جماهير وراهم، جماهير نادي الاهلي في كل حته بتدي دافع معنوي وكل حاجه للاعبين، بتدي دافع واصرار الفوز، بتزود الاصرار عند اللاعبات واللاعبين في النادي الاهلي. كل الناس عايزه جماهير النادي الاهلي تكون موجوده داخل صالات وداخل ارض الملعب في كره القدم، وفي كل ان شاء الله باذن الله قريب جماهير ترجع مره ثانيه. خلينا نشوف نتائج البطوله العربيه للكره الطايره السيدات قالت ايه في الاسبوع ده. كره الطايره سيدات البطوله العربيه، الاهلي بيفوز على الدفاع الحسني المغربي 3-0 بنتيجه اشواط 25-11 25-14 و25-19. المباراة الثانية مع نادي الصيد المصري، الأهلي بيفوز 25-20 25-23 و25-20. المباراة الثالثة مع نادي سبورتنج، الأهلي بيفوز 25-3-0 برضه 25-20 الشوط الأول، الشوط الثاني 25-13 والشوط الأخير 25-9. بكده دي نتائج المباريات. لسه الأهلي عنده مباراة مهمة ومقبلة إن شاء الله في نهاية البطولة، مباراة نادي الصفاقسي التونسي. مهم جدا، فرقة جامدة، فرقة قوية، لعبت أزيد من الأهلي ماتش لأنها هتريح يوم السبت، عندها مباراة يوم راحة، فهي الأول في الترتيب العام. البطولة دي عبارة عن جدول ترتيب دوري زي الدوري العام، بيلعبوا كلهم مع بعض واللي بيجمع نقاط أكتر بيوصل للهدف والتارجت إن شاء الله بإذن الله. البنات النادي الاهلي هيكونوا في الميعاد وفي الوقت نفسه باذن الله. خلينا نخرج تقرير عن البطوله العربيه للكره الطايره سيدات وترجعوا لنا مره ثانيه نشوف قالوا ايه عن البطوله العربيه. شكرا. طبعا احنا الصراحة تعودنا نلعب في الجو ده، يعني مش عارف بعد كده هنعمل ايه بعد البطولة. لا حاجة عظيمة جدا، معودنا ان هم واقفين في ظهرنا،
عنصر أساسي وعنصر أول في تحقيق أي إنجازات لفريق الطائرة سيدات. البنات حتى بياخدوا دفعة قوية جدا، بيأدوا كل اللي عندهم. الحقيقة بتبقى يعني حاجة عظيمة جدا بالنسبة لنا، جماهير النادي الأهلي واقفة ورانا، عندهم أمل فينا، وإحنا وجودهم هيحفزنا إن شاء الله بإذن الله نحقق لهم كل الانتصارات الممكنه اللي نقدر نحققها سواء على المستوى العربي او الافريقي باذن الله. الحمد لله، هي الماتشات مع الفرق المصريه عموما ما بتبقاش مباراه سهله، لان احنا بنقابلهم كذا مره في السنه، يعتبر 5 مرات ولا حاجه، فاحنا حافظين بعض غير الفرق الثانيه. فعموما اي ماتش مصري بيبقى يعني مش سهل خالص، بس الحمد لله احنا عرفنا يعني من تعليمات كابتن حمدي يسيطر على الموقف، وان احنا ما ياخدوش مننا اشواط وما يعلوش برده قوي الحمد لله. طبعا وجود الجماهير اهم حاجه في البطوله، بتحفزنا جدا، بيحسونا ان احنا لازم نكسب على اقل سكور مش بس مكسب عادي. فطبعا بنشكرهم جدا على مجهودهم وعلى تعبهم، ان هم محافظين على وجودهم كل يوم حوالينا، وان شاء الله نقدر نساعدهم ونكسب البطوله. الحمد لله، الحمد لله. احنا في الاول كنا بس مشدودين شويه، بعد كده اخذنا على الجيم. فرقه سبورتنج فرقه محترمه، الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب على كل حاجه، وان احنا نفرض سيطرتنا في الجيم وكده، والحمد لله كسبنا 3-0، وان شاء الله اللي جاي كمان ان شاء الله. طبعا احنا بناخد كل ماتش بماتشه، بنركز دلوقتي وبنبتدي ندرس، حتى في التمرين بنحاول نركز على الخطه اللي هنقدر نلعب بيها قدام البحرين، وان شاء الله بعديها هنبتدي نركز ان شاء الله على الماتش اللي بعده وهكذا، يعني ان شاء الله لغايه ما نوصل لاخر خطوه ان شاء الله. زي ما شفنا كابتن حمدي الصافي قال كلمه مهمه، هنعمل ايه بعد ما كل الجماهير دي جوه ارض الملعب؟ كل الناس حاسه بده، كل الناس عايزه ده، كل جميل عايزه تخش، وجميل بتأدي دور ايجابي جدا في للفريق، بتأدي له حاجه مهمه جدا هو بيشتغل عليها، بيحفزوا اللاعبين للمكسب. هي دي جماهير النادي الاهلي طول عمرها وراه في كل مكان. نتمنى دخول الجماهير قريب، نتمنى وجودها جوه ارض الملعب، لان فعلا جميل بقى يعملوا حاله ايجابيه، غير الحاله الايجابيه بقى الامور مختلفه، بقى يشجعوا النادي بكل قلبهم، لانه عايزين يوقفوا مع النادي في كل الاماكن. نتمنى ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه يكون جماهير النادي الاهلي متواجده داخل الصالات وداخل الملاعب كلها، وهتفضل تستمر في تشجيع النادي الاهلي. خلينا نروح لاخر خبر النهارده معانا في الحصاد عن كره الماء، والفوز نادي الاهلي على نادي الجزيره، وفوزه ببطوله كاس مصر لكره الميه، وفاز على نادي الجزيره 6-3. كان نهائي كاس مصر، والاهلي يفوز 6-3 على نادي الجزيرة، ودي كان نهاية حصادنا النهاردة اللي كان موجود معنا الأسبوع ده. نتمنى النادي الأهلي في الأسبوع اللي جاي يحصد كثيرا من البطولات، يحصد كثيرا من النتائج والفوز. الحمد لله كل النتائج اللي عندنا النهاردة فوز للنادي الأهلي، ما عدا مباراة واحدة في كرة السلة، إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي يكون أحسن كمان من الأسبوع ده. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكبار، كابتن وائل الداجن، كابتن خالد عبد الفتاح قطاع كرة اليد للشباب والناشئين. رجعت لنا مرة تانية بعد الفاصل عشان نستقبل النهارده فريق أو جهاز كرة اليد لقطاع الشباب والناشئين في النادي الأهلي، محققين إنجازات كويسة ومحققين بطولات كويسة، محققين بطولتين مهمين بالنسبة لهم، بطولة منطقة القاهرة لمواليد 2004 ومواليد 2002. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهارده، كابتن خالد عبد الفتاح مدرب فريق 2004 للشباب في النادي الأهلي. أهلا وسهلا بيك مبروك كابتن خالد. الله يبارك فيك كابتن خالد، مبروك للنادي الأهلي كله إن شاء الله. ومعانا الدينامو، دينامو فعلا من ساعة ما كنت بلعب بصراحة وهو دينامو، الكابتن وائل الداجن مدير اداري قطاع الشباب والناشئين في النادي الاهلي. كابتن وائل مساء الخير. مساء النور يا كابتن، زي حضرتك الله يكرمك كابتن. دينامو طول عمرك. الله يخليك كابتن. لا والله يعني الشغل برده مع الدرجه الاولى غير ما تشتغل مع القطاع الصغير يا كابتن وائل. طبعا اختلاف كبير جدا، قطاع الناشئين غير الدرجه الاولى. الدرجه الاولى شغل 24 ساعه ما بتنامش، لكن قطاع عكس. لا لا بالعكس والله، الدرجه الاولى اصعب بكتير من الناشئين. ليه بقى؟
ليه؟ لان كل لعيب وراه قصه وحكايه جيش وسفر واقامه قصص وتعليم. لكن الناشئين هو كل قصته في التعليم والملعب بس. بس بشكل برضه اقول امور بتكون كتير يا كابتن وائل. بنسيب على الجهاز الفني بقى مالناش دعوه بيها. كابتن خالد بنبارك لك اولا على بطوله 2014. الله يرضيك يا كابتن خالد. قول لنا البطوله مشت ازاي؟ يعني ماشيين النادي الاهلي بدا يستعد ليها ازاي وبدا يمشي في البطوله ازاي؟ والله يا كابتن خالد احنا البطوله دي بتاع بطوله 2004 احنا ابتدينا بيها بتعليمات طبعا من الجهاز الفني عندنا. رئيس الجهاز كابتن في المتواجد حاليا في الوقت دوت كابتن عاصم حماد ورئيس القطاع كابتن احمد سالم. كان توجيهاتهم لينا في قطاع الناشئين ان البطوله مهمه جدا لفريق 2004 وبرده بالاخص برده فريق 2002 لان 2004 بقى لها خمس سنين ما حرزتش ميداليه في ما خدتش اي ميداليه ذهب من خمس سنين. فربنا كرمنا يعني واشتغلنا وخدنا تعليمات كويسه جدا منهم وانا عن نفسي كخالد عبد الفتاح استفدت منهم كتير جدا في تعليماتهم. مشيت عليها وربنا كرمني وكل تعبنا انا واللعيبه والاداري وكابتن وائل تعب معانا كتير جدا بصراحه في الموضوع دوت وربنا كرمنا وخدنا مركز اول في منطقه القاهره. تمام. ازاي قدرت تحول حاله الخساره لحاله مكسب؟ اكيد ده بيتطلب حاجات معينه تقدر تعملها مع اللاعبين، جلسات او تدريب معين او ايه بالظبط؟ والله يعني برضو اللي احنا عملناه مع اللعيبه احنا تعرف حضرتك موضوع النادي الاهلي يعني بالنسبه لنا ده كيان كبير ويعني لازم يعني تنقل الموضوع من اللي انت ككبير فهمته وانا كتعلمته برضو منكم ككبار لما جيت عليكم من النادي الاهلي انقل الموضوع للشباب عندي. فانا لازم اشتغلنا الاول على موضوع انقاذ الذات، موضوع الثقه بالنفس، موضوع ان انت ازاي تبني شخصيه اللعيب، روح الجماعه، ازاي تبقى انك تزعزع ثقه المنافس قدامك. فمشينا على الكلام ده كله الاول مع اللعيبه وعملنا مباريات وديه، عملنا حوالي 8 مباريات وديه والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 8 مباريات. وكان ليا موضوع كده مع اللعيبه وحطينا تارجت لينا ان احنا لازم السنه دي ان شاء الله نبقى الفريق اللي لم يهزم اي مباراه. هايل. فقلنا التارجت بتاعنا حوالي نخليه الموسم دوت لو وصلنا ل 30 40 مباراه ناخد التارجت ده معانا نمشي بيه. فلما خدنا وحسبنا الثمان مباريات دولت منهم في الامم الوديه وربنا كرمنا ولعبنا 12 مباراه رسميه وصلنا لرقم 20 من غير اي خساره. فده كان تارجت كويس جدا اللعيبه حققوه. فطبعا ربنا كرمنا ولعبنا نهائي المنطقه وخدنا البطوله. فربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي لان عندنا بطوله كاس مصر وعندنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. كابتن وائل اكيد في تعاون بين الجهاز الفني وتعاون بين الجهاز الاداري بقياده كابتن احمد. بنكمل بعض الحمد لله. بتكملوا بعض. حاطط فيكم حاجه السنه دي بلاحظ دايما في كل مبارياتكم كلكم ورا الفريق اللي بيلعب، يعني مفيش مدرب بيروح لوحده ومفيش اداري بيروح لوحده، لا كل الاداريين معاهم كل المدربين معاهم. الروح النادي الاهلي روح جميله. طبعا الكابتن احمد سالم كرئيس قطاع هو من اول موسم غارس فينا الحته دي ان احنا كلنا بنقف ورا الفرقه بتاعتنا ايا كانت من اول 8 سنين لغايه اكبر فرقه في قطاع الناشئين. لازم كلنا متواجدين، كلنا بنقف ورا الفرقه، اللي محتاج حاجه على طول بنعملها له، كل حاجه بنبقى كاسره واحده زي ما النادي الاهلي معودنا دايما. مستمر لسه مستمر برضه اللي تقول لي ان قطاع الفريق الدرجه الاولى احسن من فريق ال مش احسن اصعب 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 في الشغل اصعب اصعب كتير. انا شايف ان ده يعني ممكن يكون اسهل الشغل تحت عندكم في الاداريين، لكن في الناحيه الفنيه هي الاصعب لان هي ناحيه تعليم اللاعبين مهارات معينه. طبعا عندنا في السن الصغير انك تنشئ لعيب ازاي تعده مهاريا وفنيا تكتيكيا خططيا، زي انك تنقله من مرحله الصغر اللي هو لسه طالع من ملعب صغير لملعب كبير، ازاي يفهم انه لسه طالع من ملعب اربع لعيبه وبعد كده في ملعب خمس لعيبه والملعب الكبير اللي هو بتاعنا اللي هو ست لعيبه. النقله دي نقله صعبه، يعني النقله دي بالنسبه له هو بيبقى عنده ارتباك في الموضوع خالص، يعني هو في ملعب مرتبك. فلما احنا بنحط له خطوط بيمشي عليها. طبعا الكلام ده كله برده على الطريق بيبقى برده جلسات مع كابتن احمد، وكان الجلسات دي برده مع كابتن عاصم قبل ما يمشي. وبصراحه برده جه كابتن عمر دلوقتي برده تدخل في الموضوع بسرعه واحنا ما حسيناش ان في حاجه حصلت. كلهم ولاد النادي الاهلي كلنا بنغني في النادي بالظبط، واحنا هم علمونا كده واحنا متعلمين كده. فطبعا بنغرس كده جوه اللعيبه برده. فطبعا الموضوع برده اللعيب في جوه النادي الاهلي احنا لازم نفهمه يعني ايه انتماء للنادي، ونفهمه يعني ايه ان ازاي بينكر ذاته من اجل فرقته.
فالحاجات دي بتساعدنا كتير جدا لما نيجي ننقل المهاره او 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 للعيب. فالموضوع المهاره الفنيه والكلام ده كله ده حاجات صعبه جدا، فلازم لما نيجي ننقلها للعيب لازم احنا نشرحها له ونوضحها له ويشوفها، وبعد كده نشتغل عليها في الملعب واللعيب يقوم يأديها ان شاء الله. وائل، اكيد مباراه بتعدي عليكم، بس في مباراه وانت رايح بتكون قلقان منها كاداري كراجل ماسك الفرق، بتكون حاسس ان الفرقه ممكن النهارده يبقى في مشاكل في المباراه. قول لي اي مباراه النادي الاهلي كان عامل حسابها في مواليد 2004؟ احنا دايما بنعمل حساب كل الفرق، بس في فرق معينه الواحد بيبقى عارف ان هم يعني النهائيات عامه يعني دايما لما بتلعب على النهائي، يعني احنا لعبنا النهائي السنه دي في بطوله منطقه القاهره دي مع نادي مدينه نصر. نادي مدينه نصر السنه دي عامل طفره فالدنيا معاه كويسه، فاحنا رايحين مش قلقانين، عاملين حساب للمباراه. واحنا في البطولات الهاندبول دايما بنلعب 3 ايام ورا بعض او 4 ايام ورا بعض او ساعات يومين ورا بعض كدورات مجمعه، فدي طبعا بتقلقنا من كتر الاصابات. بس بس الحمد لله السنه دي الكابتن خالد كان عامل شغل كويس في الفرقه، وفرقه 2002 الحمد لله برده كان فيها شغل كويس، وقدرنا نعدي على النهائي بسهوله ان شاء يعني الله. يعني انت شايف مباراه مدينه نصر كانت اصعب مباراه بالنسبه للفريق النادي؟ النهائي. طب ما كان في طيران اعتقد برضو، طيران نادي كبير يعني الطيران في مواليد 2004 ما كانش زي كل السنين اللي احنا متعودين عليها. ونادي الشمس برضو عنده فرقه جامده جدا في 2002 على طول كسبانينهم 3 مرات السنه دي، وعاملين احمد سمير بصراحه عامل شغل كويس جدا. عامل شغل كويس، ما جاش ليه صايم احمد سمير؟ معلش عنده ماموريه خارج القاهره بس. خالد، لازم لما يكون ابطال عندنا بيعملوا انجازات كويسه لازم تتعرف عليهم عن قرب. اسماء اللاعبين اللي بتلعب معاك، حافظ اسماء ده 25 لعيب اعتقد. 21 لعيب، ومن اسبوع كان بقوا 22 لعيب، يعني 22 لاعب. 22 لعيب حافظ معاهم طبعا كلهم اساميهم واسامي الشهره بتاعتهم. عايزين نتعرف عليهم كده لو تقدر. من ليفت وينج عندنا ريشه، وعندنا سعيد، عندنا امجد، عندنا اوشا ولاشين، عندنا في الباك ليفت بلال ابراهيم وبلال احمد وجزار، عندنا في الهاف وائل وسيف، وعندنا عمر ياسر برضو بيلعب في الباك ليفت. طبعا احنا الفرقه عندنا بينقصنا بعض الشيء في موضوع في الباك رايت، فبيسد في الناحيه اللي بيلعب الشمال، فبينقصنا في الحته دي يعني الاشول، فبيسد في المكان دوت اللي هو سيف وعمر الجزار. وعندنا في ناحيه الوينج رايت عندنا لعيب وحيد بس اللي هو اشول، اللي هو محمد اسامه. فرود عندنا صانو، عندنا هشام. وفي الاجوان حراسه المرمى عندنا هادي، حسن ومصطفى ومهاب ومهاب محب وعندنا احمد حسام. كلنا حسام اساسا، ودول على كل دول حراس المرمى. ايه عندك وحراس المرمى في كره اليد اختلفت زي ما شفنا في اخر بطوله عالم؟ حراس مرمى مصر كانوا عامل مؤثر جدا في اخر مباراه. حراس المرمى عندك؟ والله انا دايما بقول ان انا من غير حارس مرمى او حارس مرمى، لو الفرقه ما فيهاش حارس مرمى كويس الدنيا يعني مش كويسه. فكابتن احمد بصراحه يعني موفر لنا 2 مدربين حراس، وشغالين بصراحه مع اللعيبه كويس جدا، وهم بصراحه يعني جم في الماتش النهائي ادوا اداء كويس جدا يعني، وكان ليهم دور كبير جدا في المكسب بتاع النهائي يعني. وبالاخص برضو كان ليهم دور كبير جدا اكتر في ماتش الجيش. ماتش الجيش. كابتن وائل، لو اتكلمنا على اولياء الامور، عنصر مؤثر جدا وعنصر حيوي جدا في قطاع الرياضه مش زي زمان واحنا بنلعب وحياتنا معانا، ما كانش الموضوع ده موجود. ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف ان بقى ولي الامر كل تمرين موجود، كل مباراه موجود، بيسافر وراه ابنه في كل مباراه. طبعا انت عارف ان الضنا غالي اساسا، ف طبعا غالي جدا طبعا. كل يعني احنا مثلا عندنا ماتشات في المنيا الاسبوع الجاي، كل اولياء الامور من دلوقتي عمالين يحجزوا في المنيا وبيكلموني اللي انا احجز لهم، وفي الفعل زي ما الكابتن خالد بيقول حجزوا فعلا، نروح اسيوط يروحوا. مشاكلهم ان الولد ما يلعبش، دي مشكلته. بس طبعا يلعب او ما يلعبش دي طبقا للرؤيه الفنيه بتاعه المدرب. ما نقدرش نفرض على المدرب، انت عارف من النادي الاهلي اي مدرب في النادي الاهلي بيشتغل براحته بالذات في الامور الفنيه. هي خلينا نقف عند نقطه عدم اللعب دي ونخرج
يعني قبل ما نخرج الفاصل هنقف عند عدم اللعب لان في كلام كتير عايزين نتكلمه مع كابتن خالد بالذات. خلينا نخرج لفاصل ونرجع مره ثانيه على عدم لعب الولاد او اللاعبين الصغيرين. قبل ما نطلع فاصل وقفنا عن عدم لعب الولاد وهي دي بتبقى مشكله اولياء الامور. خلينا نواجه السؤال ده الكابتن خالد عبد الفتاح مدرب فريق 2004 لكره اليد الشباب في النادي الاهلي. كابتن خالد بتعمل ده ازاي او بتقابل ده ازاي؟ والله انا موضوع اولياء الامور دوت انا ما بتدخلش فيه كتير لان الكلام دوت مع الاداري يعني مع الكابتن وائل المدير الاداري بتاع الفريق. انتوا بتبصوا لبعض ازاي؟ فانا لا بتبصوا لبعض يعني بس انا يعني هنبيع عندك انا بصراحه بص 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 استاذ كابتن خالد موضوع لعب الاتحاد الحمد لله السنه دي تدارك الحته دي في ان هو عمل ثلاث اشواط زي السنه اللي فاتت بس ادانا ميزه ثانيه. ايه الميزه؟ الميزه الثانيه اللي انت في الشوط الثالث مش محتم عليك اللي انت تلعب بال 20 لعيب بس اللي هم متسجلين في الفرقه. ممكن تخرج اربع خمس لعيبه وتحط مكانهم ثاني. فالفرقه اللي فيها 25 لعيب او 22 لعيب ما بنواجهش مشكله. كل اللعيبه بتلعب في كل الماتشات. إيه احنا المشكله عندنا في ال 30 لعيب. في ال 30 لعيب مشكله في ال 30 مشكله كبيره. انا عن نفسي انا كخالد يعني فرقتي ما عنديش اي مشكله في اي لعيب. انا اللي عندي 21 لعيب و 22 ال 21 بيلعبوا كل مباراه كل الماتشات كل مباراه ما فيش لعيب عندي ما لعبش الا مباراه واحده فقط لا غير الماتش المباراه النهائيه لعيب واحد بس ما لعبش بيها هو بس لو كان حاجه فنيه انا عندي حاجه في تخصني يعني حاجه بتاعتك مفيش مشكله لكن قول لي كابتن الفريق اسمه ايه؟ كابتن الفريق اسمه محمد حسن حسين يعني دوت يعني ده بالنسبه لي هو خالد عبد الفتاح جوه الملعب جوه الملعب طبعا اي ليش معنى؟ بيقدر ينقل بينقل اللي في دماغي للفرقه لما احنا مثلا مسافرين ودي اول سفريه للفرقه معايا في المنيا انا بقعد مع جلسات قبل ما نسافر يعني ايه ازاي نقعد في المطعم ازاي نشرب ازاي هناكل ازاي هننام ازاي احنا رايحين كل لعيب كل لعيب سفير النادي الاهلي في المكان اللي رايح طبعا حتى واحنا ماشيين في الشارع ازاي نمشي ازاي نعمل كل دوت لازم يفهم بنعده ازاي يعني لعيب بنحضره ازاي يبقى في الدرجه الاولى دي حاجه يعني مهمه جدا يعني انا عندي تارجت السنه دي مع نفسي ان انا يعني ماشي مع نفسي كده ان انا اقول للكابتن محمد عادل مدرب منتخب 2002 انا بهد لازم أن ياخد من عندي اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله في المرحله ان شاء الله باذن الله. كابتن وائل بطولات بتعدي وبيبقى تاريخ ايه اللي احنا جايين عليه كمان في قطاع الشباب في النادي الاهلي والناشئين في النادي الاهلي؟ احنا لسه دي تعتبر اول بطوله لينا في الموسم كويس لان انت عارف عشان كاس العالم وبنحب نبارك لمنتخب مصر طبعا عشان كاس العالم ولحضرتك احنا دي اول بطوله في الموسم بطوله المنطقه عندنا بطوله كاس وبطولة الجمهورية لكل فرقة 2002 وال 2004 و 2005 فان شاء الله نشتغل عليهم وناخد كل البطولات زي ما النادي الاهلي دايما معودنا ان احنا ناخد الثلاث بطولات في الموسم. بطولات كتيرة بتكون مؤثرة لكن احنا النهارده خلصنا منطقة القاهرة ايه البطولة اللي انت حاطط عليها الهدف القوي بالنسبة لكابتن خالد عبد الفتاح؟ ان شاء الله البطولتين الكاس مصر وبطولة الجمهورية ان شاء الله لان عندنا يعني فرقة زي ما بيطلق عليها الفريق العنيد فرقة سبورتنج دي الفرقه دي متربعه على عرش كره اليد المصريه في جيل 2004 بقى لها خمس سنين بتاخد البطوله فده الهدف بتاعنا ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله السنه دي من نادي سبورتنج وفريق سبورتنج فرقه محترمه ومدرب محترم نادي محترم فبالتالي دي منافسه في كره اليد منافسه شريفه فاحنا كما تعودنا جوه النادي الاهلي احنا بنلعب على الاول فاحنا التارجت بتاعنا مش السنه دي مش البطوله احنا خدناها ده خلاص صفحه وقفلناها احنا باصين على البطولتين وباصين عليهم كويس جدا يعني واللعيبه باصه كويس جدا على الموضوع ده كويس يعني تمام. كابتن وائل ايه رايك في منتخب مصر؟ حاجه تشرف حاجه رفعتنا كلنا حاجه تشرفنا بالذات الناس الجديده الاحلال والتجديد جه في وقته اللعيبه الجداد اللي ظهروا مع منتخب مصر عملوا طفره كبيره اللعيبه القديمه احمد الاحمر وهاشم وعلي زين واسلام ساندوا اللعيبه الصغيره زي كريم ايمن زي محمد خالد الجديد كل اللعيبه القدام مع اللعيبه الجديده عملت طفره في كره اليد ان شاء الله وعلت من اسهم كره اليد في مصر وخارج مصر.
والنهارده كان في ماتش كاس مصر الاهلي وبورسعيد والشرطه. الاهلي والشرطه صح؟ بس للاسف احنا مش كسب. لا كسب النادي الاهلي لعب النهارده مباراه في كره اليد للرجال في كاس مصر بدون الدوليين لاعبين الدوليين وكسب الحمد لله اتحاد الشرطه في دور 32 31 18 مظبوط كده. كابتن خالد شفت بطوله العالم ازاي وتاثيرها على الوسط لكره اليد في مصر او تاثيرها على الشعب المصري؟ والله كره كاس العالم احنا اصلا كلنا كمدربين او في مصر او اداريين او محبي كره اليد المصريه يعني احنا بصينا لها بصه كويسه جدا واستفدنا منها كتير. والاستفاده الاكبر ان احنا جبنا مدرب خواجه من بره والمدرب الخواجه بصراحه فتره قليله جدا قدر ينقل نقله كبيره للمنتخب ويقدر يوصل فكر اوروبا للمنتخب المصري. تعبنا في اول ماتش او ثاني ماتش وثالث ماتش شويه لكن بعد كده ما حسيناش ان في فرق. الفرق دوت انا ممكن الاول انا كنت واحد من الناس ان انا مثلا مش عاجبني الاداء بعد كده اقتنعت ان هو عنده عاجبني صراحه. انا اتكلم بصراحه يعني هو عنده حاجه عايز يعملها. لما حصل اللينك بينه وبين اللعيبه بصراحة أحرجنا كلنا. أنا واحد من الناس بقول له هايل فوق الهايل يعني. فوق الهايل. فوق الهايل وكان اختيار موفق جدا من الاتحاد لديفيد بصراحة. هايل هايل الموضوع ده لقطة مهمة قوي في بطولة العالم بين عصام الطيار و علي علي زين. علي شفتها إزاي وإديه لعيبة النادي الأهلي بيعملوا الحركة دي؟ بص أنا كنت متوقع بس لأن أنا طبعا علي زين وعصام معاشرهم من سنين ولادك ولادي يعتبر عايز أكبرك. لا 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 هم من سنين. علي طبعا من أول ما بدأ وعصام من أول ما بدأ اشتغلت معاهم كتير جدا بس أنا متوقعها من علي لأني عارف علي كويس. علي بيحب دايما إن هو يأسر أي حاجة على زمايله أكتر منه وكانت لقطة جميلة ودول ولاد النادي الأهلي. هو عندنا علي زين مع عصام الطيار وعندنا كابتن حسام غالي وكابتن عماد بيتعب عندنا لقطات كتيره اتعملت في فرق النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي. كابتن وائل تقول للجمهور للمرحله اللي جايه باذن الله تقول لهم ايه؟ جمهور النادي الاهلي ساندوا النادي لان احنا من غير الجمهور بصراحه انا بحس ان احنا ولا حاجه يعني. انا وانا بلعب اصلا لما بسمع صوت الجمهور انا ممكن يعني كنت بحس ان حصان في الملعب عايز اكسر الدنيا. النادي الاهلي الجمهور بالنسبه له حاجه كبيره يعني احنا بالنسبه لنا احنا انا واحد من الناس انا بحب الجمهور جدا يعني. ومن دلوقتي انا عمال من ضمن شغلي ان انا ازاي افهم اللعيب ازاي انت من كام يوم بيلعب والده ووالدته بيسقفوا له بره النهارده الجمهور هو اللي هيسقف له الجمهور اللي هيناديه الجمهور اللي هيبث فيه روح المكسب. فالموضوع الجمهور ده يعني بصراحه يعني انا واحد من الناس انا بنادي بيه بصراحه يعني. يا رب ان شاء الله قريبا جماهير النادي الاهلي او الجماهير المصريه ترجع ارض الملعب تاني لان احنا داخلين على بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم لازم هتلعب بجمهور ولازم الجماهير هتخش. خلينا نبدا ونحاول ونروح الجماهير تخش ان شاء الله كل الملاعب كل الصالات حتى لو في سلبيات قليله شويه لكن خلينا نبص ان احنا ايجابيه في الجماهير ان الجماهير هي عصب الرياضه المصريه. كابتن وائل شايف التعامل في الناحيه الاداريه داخل النادي الاهلي هل عندك حاجه عايز تقولها مثلا مشاكل بتحصل حاجه ولا رايك ايه؟ بصراحة أنا في شغلي كإداري في النادي الأهلي أنا بقالي زمن في النادي الأهلي طبعا وفي منتخب مصر النشاط الرياضي عندنا بصراحة موفر لنا كل حاجة يعني مفيش حاجة بتطلبها. ساعات حاجات بتقف بس دي طبقا للوائح بتاعة النادي. احنا في لائحة في النشاط الرياضي بنمشي عليها احنا لما بنحب نعدي اللائحة او بنحب ناخد حاجة اكتر من حقنا بصراحة الناس بيتفهموا معانا جامد جدا. كابتن رؤوف عبد القادر ما بيأخر تقول لي كابتن رؤوف عبد القادر ايه؟ قول له شكرا على اللي عملته ومستني طبعا شكرا على اللي بتعمله معانا ككره يد وبشكر الدكتور ياسر نصير برضو وان هم مستنيين منهم لسه حاجات تانية كتير. ولما نخش بقى في معمعه الموسم نفسها انت عارف التوقف بقى له كبير قوي فاول ما هنخش بقى هننط في المكاتب كتير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنرجع له تاني. خالد شايف عندنا عصام الطيار وعلي زين واسلام حسن والمصري شايف الفرقه عندك لعيبه تقدر تعمل ده؟ احنا بنبني كده احنا بنعمل كده بتعمل كده دي التوجيهات لينا لكده. بصراحه توجيهات من الجهاز فوق لكده ان احنا نعمل لعيبه تقف بالنادي الاهلي وعندنا الكلام ده حاصل عندنا بالفعل وممكن اديك مثال لكده يعني. ولكن بتكلم فيه بكون لحضرتك برضو يعني كنت حارس مرمى النادي الاهلي لسنين طويله وحارس منتخب مصر. عندنا النهارده في النادي الاهلي عندنا عصام الطيار مواليد 96 عصام الطيار 96 معناها 22 سنه ممكن ربنا يطول في عمره ويديله الصحه الولد يعني هيقعد قد ايه يعني يلعب ممكن عمل حاله كبيره حاله كبيره. طب مين اللي طلع وراه؟ عندنا طه
مواليد 98 وجون هايل وجون منتخب مصر الاول. عندنا الجون الثالث حميد مواليد 2000 برضه جون منتخب مصر وجون منتخب مصر وجون الاول. فعندنا حاله في حراسه المرمى جوه النادي الاهلي تقدر تكفينا. انا بقولها من وجهه نظري تقدر تكفينا لمده 16 سنه ما فيش حارس. ودي ممكن نقول تاثر بالسلب بحاجه ثانيه على اللي بعد كده شويه، ان دول الشباب لسه صغيرين ونقدر نقول احنا عاملين حاله وعندهم كاريزما. كاريزما هايله، كاريزما مختلفه في حراسه المرمى. اللاعبين نفس الكلام برضو عندنا، عندنا لعيب كبير، لاعبين كتير طبعا كده عندنا بدون ذكر اسم حد. عندي في الفرقه مثلا في عندنا وفي فرقه 2002 في بصراحه جيل 2002 جيل مستقبل النادي بصراحه. 2002 جيل مستقبل النادي الاهلي بيقول لك هايل هايل هايل. اه طبعا بصراحه لا بصراحه كابتن سمير الجزار اشتغل معاهم كويس جدا. كابتن احمد الجزار اشتغل معاهم كويس جدا. ابنه تخيل بقى كابتن سمير بيسلم لابنه بصراحه. اي مدرب مرن الفرقه دي حتى من مدربين الشباب اللي قبل كده الفرقه دي فرقه 2002 وفرقه 2004 مر عليهم مدربين كويسين جدا. كابتن كريم السعيد مرنهم قعد معاهم فتره 3 شهور بصراحه. الفتره اللي قعد فيهم 3 شهور دي نقل لهم خبرات كبيره جدا بصراحه. كابتن كريم السعيد ده كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي فالخبرات اللي عنده نقلها لعيبه يعني. حتى لو الفتره القليله اللي قعد معاها لا ادى الفرقه كتير بصراحه يعني. بجد عايز اطول معاكم لكن الوقت بيقفل عليا يعني. الحمد لله دي ما وقعتش. الحمد لله مشكله وقت شرفتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن خالد، الف شكر والف مبروك لمنتخب مصر وبالتوفيق ان شاء الله. الكؤوس اللي بجوار النادي ان شاء الله نجيب اكتر واكتر. شكرا كابتن وائل. شكرا كابتن خالد، نورتنا وشرفتنا. ربنا يكرمك يا كابتن خالد، والف مبروك للنادي الاهلي ومبروك لمنتخب مصر ومبروك ومبروك لكره اليد المصريه كلها ان شاء الله. الحمد لله. في نهايه الحلقه بشكر كل الساده المشاهدين اللي كانوا متابعين النهارده على قناه الاهلي، وفي النهايه شكرا والى اللقاء.